بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس رامي مراد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج اوتوديسك ريفيت ام اي بي اصدار 2017. احنا كنا شرحنا مع بعض السيشن 1 المرة اللي فاتت، هنكمل مع بعض دلوقتي ان شاء الله سيشن 2. اول حاجة هنعرفها مع بعض في سيشن 2 ريفيت اوبشن ليست، قائمة الاوبشن بتاعت الريفيت. طيب خلينا بس نتفق في البداية كده مع بعض، احنا هنشرح الاول السيشن 2 على سلايد من خلال الباور بوينت، ده هيكون نظري، وان شاء الله هنفتح معد كل نقطة البرنامج ونبدأ نشوف الكلام ده هيمشي ازاي. يعني احنا دلوقتي هنشرح الريفت اوبشن ليست نظري من خلال السلايد، بعد كده هنفتح البرنامج مع بعض وهنشوف ان شاء الله مع بعض الحاجات دي هنجربها ونشوف تأثيرها على البرنامج واقدر استخدمها ازاي. طيب نكمل مع بعض. قلنا اول حاجة نتعلمها في ريفت اوبشن ليست، دي اول حاجة في سيشن 2. عندي فيها كذا حاجة زي ما حضراتكم شايفين، في جنرال، في يوزر انترفيس، في جرافيكس، في كذا حاجة قدامي. انا ما بحتاجش كل دول، او ما بحت يعني ما بحتاجش ان اظبط كل دول عشان اشتغل. في حاجات معينة هحتاج ان انا اظبطها او هحتاج ان اخش اظبطها على حسب احتياج كل واحد فينا. ممكن انا عايز اظبط حاجة غيري مش عايز اظبطها، يعني بترجع للشخص، انها حاجات مش اساسية للبرنامج على قد ما هي اساسية للشخص اللي شغال هيرتاح عليها ازاي. اول حاجة عندي جنرال. جنرال هيفتح لي الصفحة اللي هي ظاهرة على اليمين قدام حضراتكم كده. اول حاجة في جنرال في نوتيفيكيشن بيقول لي سيف ريمبر انترفيل، بيقول لي كل 30 ثانية هيعمل لي ريمبر للسيف، يعني هيذكرني يقول لي خد بالك انت لسه ما عملت السيف. تمام. تاني حاجة عندي اسمها سينكرونايز، تمام، برضو سينكرونايز سنترال ريمبر انترفيل، ده برضو بحالة ان انا اكون شغال على ملف في سيرفر. احنا في الريفت طبعا شرحنا قبل كده ان انا ممكن احط ملف على سيرفر وانا ابقى لينك على الملف ده، واخد منه لينك شغال اتش باك، صديقي واخد لينك شغال كهرباء، واحد تاني واخد لينك شغال فاير، كلنا شغالين مع بعض على لينك واحد. سينكرونايز دي بيوضح لي او انا بوضح لزمايلي انا ايه الابديت بتاعي، وفي نفس الوقت هم بيظهر عندهم الابديت بتاعي ويظهر لي الابديت بتاعهم مجرد ما انا بعمل سينكرونايز. هو هنا بيقول لي برضه انا اذكرك في حاله ان انت شغال على سنترال ان انت تعمل سينكرونايز كل 30 دقيقه. تمام. طبعا دي حاجات ادجستبل، ممكن اغيرها بدل 30 اخليها 15 اخليها 10، ده هيبان معانا برضو لما نفتح برنامج هغيرها ازاي. طيب تاني حاجة عندي اسمها اليوزر للاسف اليوزر نيم. اليوزر نيم ده اسمك للبرنامج. طبعا احنا لما نكون على شغالين على سينكرونايز فايل او سنترال فايل، في الحالة دي انت كده اسمك ايه؟ يعني انا اسمي رامي، ففي حالة ان انا بعمل سينكرونايز بعمل ابديتنج لشغلي، فبيظهر عندكو ان الشغل ده اللي بيعمله رامي او اللي بيعمل الكنترول بتاعه رامي. تمام. كذلك كل واحد لازم يحط اليوزر نيم بتاعه، اسف اليوزر نيم بتاعه، عشان نقدر يعني نبقى فاهمين مين شغال في ايه واحنا شغالين على سنترال مع بعض. تمام. عندي هنا برضو حاجة اسمها اللي هي ورك شيرنج ابديتنج، ده بيقول لي اعمل على الشير الابديت بتاعي كل قد ايه، برضو دي بترجع للسينكرونايز برضو في حالة ان انا شغال على ملف سنترال. هنا مظبوط على 5 ثواني، كل ما بقلل دي كل ما الفترة دي بتزيد معايا. تمام. طيب تاني حاجة عندي اللي هي اليوزر انترفيس. اليوزر انترفيس زي ما حضراتكم شايفين ظاهر لي التابس اللي بتبقى موجودة عندي في اليوزر انترفيس اللي هي architectural وستراكشر، وعندي السيستم، وعندي الالكتريكال. تمام. ده كل ده تبع السيستم، في سيستم بايبنج، تمام، في الميسنج اند سايد، في الموديفاي، كل الكلام ده هيبقى ظاهر عندي هنا. في حاله ان انا اشيل علامه صح من على architectural هلاقي في البرنامج اليوزر انترفيس التاب اللي اسمها architectural اختفت من عندي، هي تاب مش ظاهره. طيب في حاله ان انا هدوس على الستراكشر برضو كذلك هلاقيها اختفت من عندي. في حالة ان انت مثلا شغال ام اي بي بس مش محتاج حاجة من دول، ممكن تشيلهم على اساس تبقى اللوحة او البرنامج رايق قدامك. في حالة ان انت عاوز تسيبهم سيبهم، زي ما بقول لحضراتكم دي بترجع لارتياح الشخص اللي شغال. طبعا اكتيفيت ثيم، ده بترجع للبرنامج بتاعك انت عايز الخلفية تبقى اللايت
ولا دارك. دي مش خلفية الرسم، دي بتبقى خلفية التول بار. التول بار عايزة تبقى فاتحة ولا غامقة، ده هيبان معانا برضو واحنا بنظبطه. طبعا كيبورد شورت كاتس، دي الشورت كاتس مجرد ما تخش عليها الكاستمايز هنا تدوس عليها يفتح لك كل الشورت كاتس بتاعت الاوامر الريفت كبرنامج معايا. تمام. دبل كليك اوبشنز برضو دي بتحددها برضو، انت عايز مثلا لما تدوس دبل كليكس يبقى انت فتحت ايه بالظبط. مثلا ممكن دبل كليك ابقى عملت سيكشن، دبل كليك ابقى عملت حاجه برضو. ده حاجات انا بصراحه ما بظبطهاش، مش محتاجه دبل كليك في حاجه، ممكن الشورت كات اطلع عليها اعرف دنيتي بتشتغل ازاي كشورت كات. الحاجات دي بصراحه انا بسيبها عن نفسي، انا ما بحبش ان انا اغيرها. من هنا خلاص انا مش محتاج حاجه تاني. بعد كده زي ما قلت حضراتكم احنا هنشرح الحاجات المهمه والحاجات اللي ما بحتاجهاش مش هتكلم عليها. بعد كده عندي جرافيك، جرافيكس بيظهر فيها عندي هنا باك جراوند، دي كده خلفية بتاعت الرسم. انا عايز خلفية تبقى وايت ولا خلفية بلاك سودا زي كده كده. تمام. بعد كده في حاجة اسمها سيليكشن. سيليكشن دي يعني اللي انا هختاره بالماوس بتاعي وكليك عليه على الرسم يبقى لونه ازرق. ممكن اغير اللون ده لاي لون تاني، او ممكن ولما كليك عليه هياخد اللون التاني. طيب في حاجة اسمها بري سيليكشن، ايه الفرق ما بينها وما بين سيلكشن؟ الفرق ما بينها ان انا مجرد ما بقف على الحاجه بتبقى ناشطه معايا بس مش سيلكتد، يعني انا ما اخترتهاش، انا مجرد ما وقفت عليها بيديني اللون ازرق خفيف، مجرد ما بدوس عليها بياخد لون ازرق تقيل. تمام. زي ما قلت لحضراتكم مجرد ما بقف عليها بتديني بس داي كده لون ازرق، لما بدوس عليها الداي الازرق ده بيبقى كله سيلكتد. يعني انا لو عندي دكت مجرد ما اقف عليه هيظهر لي اطار الدكت كله باللون الازرق، انما لو اتلكيت عليه عملت له سيلكت هيبقى الدكت كله ازرق، معمول ويب اوت بتاعه ازرق. تمام. اليرت دي في حاله ان انا يكون عندي انترفيس تداخل ما بين حاجه وحاجه، باجي اقول له اظهر لي التداخل ده، فالتداخل ده هو بيظهرولي بلون. يعني مثلا ان عندي تداخل ما بين دكت وما بين بايب، بقول له اظهر لي اللي من فضلك التشيك انترفيس ما بين الدكت وما بين البايب، اي تداخل ما بين دكت وبايب هو بيظهره لي مع يعني بيظهرهم لي باللون اللي انا بحدده هنا في اليرت. تمام. بعد كده الحاجات التانية دي انا مش محتاجها في حاجة. بعد كده هنخش على الفايل لوكيشن. الفايل لوكيشن دي حاجة مهمة بالنسبة لي. تفتكروا حضراتكم لما عملت الميكانيكال ديفولت متريك كنت حاططها في اليوزر انترفيس بره خالص اول ما بفتح برنامج، الشاشه السوداء اللي بيظهر فيها المشاريع القديمه والفاميلي تحت، اللي بيبقى عندي اول حاجه في بروجكت في اوبن وفي نيو، وتحتها انا كنت حاطط ميكانيكال ديفولت متريك. دي بتتحط منين؟ بتتحط من هنا. انا هنا مجرد ما بقول فايل لوكيشن، مجرد ما بدوس على الاد بيبدا يفتح لي براوزر بتاع الكمبيوتر بتاعي، ابدا براوز على ملف التمبلت اللي انا هحتاج اشتغل بيه وبحطه، فبيظهر معايا تحت النيو على طول بيبقى فيه كل اللي انا حطيتهم هنا. انا راجل بشتغل ميكانيكال الكتريكال بلامنج، كل اللي انا بشتغله ممكن احط التمبلت بتاعته على اساس ان انا بدل ما ادوس نيو لا انا ادوس على التمبلت على طول فتفتح معايا وابدا على طول اشتغل. تمام. طيب لما باجي ادوس بقى نيو، في حاله نيو فبيبدا هو يوجهني للكمبيوتر بتاعي ابراوز التمبلت، وقلت لحضراتكم ان هي مسارها بيبقى موجود في السي في بروجرام داتا في اوتو ديسك في ار في تي 2017 في التمبلت وكذلك الفاميلي في الفاميلي تمبلت. طيب ده المسارات هنا، انا ممكن اسجل المسار بتاعي هنا على طول، يعني هنا في بروجرام داتا في اوتو ديسك ار في تي 2017 في تمبلت في ايجيبت، مجرد ما اخش عليها هيجيب لي التمبلت الخاصه بالبروجكت اللي انا هقدر اشتغل عليها. طيب في حاله الفاميلي تمبلت برضه ليها مسار، بروجرام داتا اوتو ديسك ار في تي 2017 فاميلي في تمبلتس، هخش الاقي التمبلتس اللي انا هحتاجها. بعد كده عندي الروت باس 4 بوينت، دي انا مش محتاجها في حاجه، مش عايزين نتكلم عليها، احنا هنتكلم عن الحاجات اللي بنحتاجها بس. طيب انا كده من قائمه اوبشن بيتهيألي ان انا مفيش حاجه تاني انا محتاجها. كده احنا خلصنا شرح قائمه اوبشن. قبل ما نخش على الحاجه التانيه افضل ان احنا نفتح برنامج ونجرب مع بعض كل اللي احنا شرحناه ده. احنا كده فتحنا البرنامج وزي ما قلت لحضراتكم ان اوبشن هنلاقيها في الار ليست، ادي الار ليست هنلاقي هنا تحت اوبشن، دي قائمه اوبشن كانت ظاهره قدامنا في سلايدز واحنا بنشرح.
اول حاجه عندي اللي هي الجنرال زي ما قلت لحضراتكم هنا في النوتيفيكيشنز بيقول لي سيف ريميمبر انترفيل، هيفكرني كل 30 ثانيه كل 30 دقيقه ان انا اعمل سيف، او كل 15 دقيقه ان انا اعمل سيف، او ممكن اقول له ما تفكرنيش خالص انا مش عايزك تفكرني. تمام. كذلك سينكرونايز برضو بيقول لي ان هو هيعمل لي ريميمبر كل 30 دقيقه او كل 15 دقيقه او كل ساعه. انا هنا بقى زي ما قلت لحضراتكم دي بتبقى موديوليتنج، انت اللي بتحددها بنفسك انت عايزها تبقى ايه. ده اليوزر نيم، تقدر ان انا هنا اسمه رامي، ممكن تعمله تمسحه وتسميه مثلا محمد، ممكن تغيره لأي حاجة مثلا رجعه رامي تاني مثلا. اللي انت بتكتبه هنا هو بيبقى اليوزر نيم بتاعك في البرنامج وانت شغال على السيرفر. طيب بعد كده عندي وين ريمبر، دي مش محتاجة في حاجة، قلت لحضراتكم هنا برضو في الورك شيرنج ابديت فريكوانسي، الورك شيرنج ابديت فريكوانسي زي ما قلت لحضراتكم هنا بعد 5 ثواني هيعمل ابديت للورك شيرنج او لملف سينكرونايز اللي انا شغال عليه. كده بزود المدة لغاية 59 لغاية 60 ثانية. تمام. طيب في هنا حاجة مهمة انا عايز اوضحها. في حالة ان انا ظبطه ان هو كل 10 ثواني يعمل ورك شيرنج ابديت، وفي حالة ان في حد تاني شغال على معايا في نفس المشروع واخد لينك من نفس الملف وبيشتغل مثلا الكتريكال وظبطه برضه بعد 10 ثواني، واحد تالت كذلك شغال معانا اكس بلامنج مثلا وبرضه ظبطه كل 10 ثواني، في حالة ان احنا التلاتة كل 10 ثواني بنعمل ابديتنج للبرنامج في نفس الوقت، في الحالة دي الملف اللي على السيرفر احنا بنحمل عليه كتير جدا، ممكن الملف يضرب مننا. الموضوع ده حصل قبل كده معايا، عشان كده انا حابب ان انا اوضح. فياريت ان احنا في حالة ان احنا بنعمل الابديت او في حالة ان احنا بنعمل الريمبر، لو في حالة ان هو بيفكرك بالسينكرونايز ريمبر تقوم انت عامل على طول تعمل، يعني انت ساعتها بتدوس سينكرونايز عشان ترفع الابديت بتاعك. ياريت كلنا نحدد مواعيد مختلفة عن بعضها على اساس ان الملف اللي احنا شغالين عليه يبدأ يستوعب او يقدر يستوعب الابديتنج اللي احنا بنعمله مع بعض. طيب احنا كده خلصنا شرح الجنرال، مفيش حاجة هنا نقدر ان احنا نجربها مع البرنامج. نخش على يوزر انترفيس. زي ما قلت لحضراتكم دي التابس اللي ظهر عندي هنا، اركتكتشر ستراكشر سيستم، كل ده ظاهر عندي هنا. انا لو جيت شلت الاركتكتشرال وشلت الستراكشر، مجرد ما هقول له اوكي هلاحظ هنا ان بدأ عندي بالسيستم على طول، اركتكتشرال وستراكشر اتشالوا من عندي. طيب انا عايز ارجعهم، هرجع لاوبشن يوزر انترفيس هدوس عليهم اوكي هرجعهم تاني. انا كده رجعتهم تاني. تمام. انا راجل شغال في مثلا في الام اي بي، ماليش دعوه بالستراكشر اركتكتشرال، ممكن اشيلهم يعني اخلي اللوحه رايقه عندي، وممكن لا. تاني حاجه عندي في اليوزر انترفيس هي اللي هي اكتيفيت ثيم. اكتيفيت ثيم انا مجرد ما هدوس هنا دارك، لاحظ هتلاقي التول بار اللي فوق وال اللي هي البرنامج ذات نفسه، الباك جراوند بتاع البرنامج ذات نفسه مش بتاع الرسم، هو اللي بقى دارك او لايت، هيبقى لايت حسب انت حابب تخليه دارك او لايت، دي حاجه بترجع لك انت على حسب اللي هيريحك وانت شغال. بعد كده عندي كيبورد شورت كات، لو فتحتها هتلاقي هنا موديفاي بيقول لك اللي اختصارها ام دي. تمام. بروبرتس لا بي بي، في اختصارات اللي هي فيزابيلتي اند جرافيكس في جي او في في. لو نزلنا شويه طبعا هو هنا بيقول لك الفلترز للاول، طب احنا ممكن نجيبها مثلا مش للاول، نجيبها مثلا مثلا للسيستم تاب بس. فدي كل اللي خاص بسيستم تاب. هننزل تحت هنا شويه هتلاقي تب دكت مثلا دي تي دكت فيتنج دي اف، دي الاختصارات اللي انت تقدر تشتغل بيها. عامة في الريفت الشغل بيعتمد اكتر على الايكونز مش على الاختصارات، يعني الاختصارات بتبقى حاجة جميلة ان انت تشتغل بيها، بس الريفت الشائع بتاعه ان انت دايما تشتغل على الايكونز، ان المتغيرات بتاعته كتير، يعني انت بتحتاج الدكت بتدوس دي تي على طول وتبدأ تشتغل، لا انت لازم بتظبط الارتفاع ومثلا بتظبط مقاسه بتظبط
الضغط ده مثلا بوتوم ستريت ولا توب ستريت، يعني عدل من تحت عدل من فوق، الكلام ده كله. فالمتغيرات فيه كتير، فعشان كده احنا دايما بنلجأ للايكونز وان بنشتغل بالماوس وبالكيبورد في تغيير الداتا. تمام، طيب كده احنا شرحنا شورت كات. مفيش حاجة تاني هنا انا محتاجها. تالت حاجة عندي اللي هي الجرافيكس. في الجرافيكس هنا هنلاقي الباك جراوند، في الكالرز باك جراوند هي وايت، اللي هي الخلفية البيضاء بتاعة الرسم وايت. في حالة هنا انا ممكن اخليها دارك، نقول اوكي، هتلاحظ انها بقت دارك. ولو جيت ترسم عليها اي حاجة هتلاقي الرسم بتاعك بقى نازل عليها بالشكل ده. طيب نرجع نكمل تاني اوبشن. في الجرافيك انا عن نفسي بحبها وايت، فهرجعها وايت. اوكي اوبشن جرافيك. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها سيلكشن. سيلكشن في بلو، ري سيلكشن في بلو برضو. طيب تعال نغير لون من اللونين دول، يعني نخلي اللون ده ريد مثلا، يبقى بري سيلكشن بلو والسيلكشن ريد. يعني الحاجة اللي انا هقف عليها الاطار بتاعها هيبقى لونها ازرق، ولما اختارها هيبقى لونها احمر. طيب تعال نجرب على الساق كده، بص مجرد ما اوقف عليه هو بيزرق، تمام، ولو سيلكتد عليه هتلاقيه احمر. فده كده انت اخترت اللون بتاع البري سيلكشن او بري سيلكتد وسيلكتد. تمام، نرجع تاني للاوبشن في الجرافيكس، نرجعها تاني ازرق. طيب الالرت زي ما قلت لحضراتكم ان دي خاصه بالانترفيس. لما باجي اقول له من فضلك اظهر لي التداخل ما بين داكت وبايب مثلا، بيظهر لي باللون الاورنج ده. ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قفلت الاوبشن مرسوم عندي صاج، الصاج ده الليفل بتاعه الاوفست بتاعه ارتفاعه من الزيرو ليفل عندي اللي هو 2750. طيب ممكن اجيب هنا من سيستم اقول انا عايز بايب، والبايب دي معموله برضو الاوفست بتاعها 2750، وهرسمها بالشكل ده. طيب تعال نشوف الشكل ده في 3D اهو، واضح ان الماسوره والضغط داخلين في بعض، في تداخل ما بينهم. انا عايز اعرف التداخل ده فين. طبعا الرسمه لما بتبني بتبقى كتير تريدز كتير عندي، ممكن حاجه اكون خابطه في حاجه، انا مش هعرف اراجع على حاجه حاجه، هيبقى صعب، كل حاجه التفاصيل هتبقى كتير جدا. طيب اعرفها منين؟ بخش على كولابوريت، وباجي هنا من كوبي اند مونيتور، وبقول له من انترفيس تشيك، بقول له ران انترفيس تشيك. بيقول لي ما بين ايه؟ هو بيفتح لي كل التريدز اللي انا راسمها، انا راسم داكت وراسم بايب، فانا بحدد هنا داكت، الناحيه التانيه بقول له البايب. مجرد ما اقول له اوكي هيقول لي في عندك تداخل في الداكت ريكتانجلر داكت، في تداخل في البايب. لما بدوس عليها كده هتلاقي البايب خدت اللون الاورنج اللي احنا كنا شايفينه في الاليرت، او دوست على الداكت هياخد اللون الاورنج اللي كان موجود في الاليرت. طيب ممكن نكنسل ونرجع هنا اوبشن في جرافيك، نغير الالرت ده للون مثلا اصفر، هيبقى صعب شوية ممكن ما يبانش، خليه لون ساين. اوكي اوكي نعيد نفس الموضوع تاني، تداخل ران، اقول له هنا ما بين البايب ما بين الداكت. اوكي فاول ما يظهر لي كده خد اللون السيان اللي انا لسه محدده، يبقى دي الالرت اللي عندي. تمام، ده اللون اللي بحدده للانترفيس. طيب نعمل كلوز، نرجع تاني للاوبشن، نرجع للجرافيك، نرجعها تاني للون الاورنج. تمام، انا عايز اخلي البرنامج على طبيعته وانا شغال. طيب بعد الجرافيكس عندي الفايل لوكيشن. فايل لوكيشن دي عشان تبان معايا، استاذنكم هنقفل بس الاوبشن من هنا، وهنرجع لقائمه تاب فيو من يوزر انترفيس، هنختار ريسنت فايل. انا كده رجعت خالص على الواجهه
بتاعت البرنامج او الانترفيس بتاع البرنامج في الستارت. انا ليه رجعت هنا؟ عشان اظهر الملفين دول. هنيجي هنا من ريفيت اوبشن من فايل لوكيشن. انا عندي ميكانيكال، مجرد ما دوست عليه ممكن هنا اعمل له ريموف. هشرح لحضراتكم دلوقتي انا بعمل ايه. تمام. الكتريكال مش هعرف اعمل له ريموف، انا ممكن ادوس هنا اد. طيب خلينا بس نعمل كده اوكي. هتلاقي الميكانيكال اللي كان موجود هنا اتشال، بقى في الكتريكال ديفولت متريك. طيب اوبشن تاني فايل لوكيشن، لو ادوله اد، اد خد بالك من المسار، من سي بروجرام داتا اوتوديسك ار في تي 2017 تمبلت في ايجيبت. في هنا عندي ميكانيكال ديفولت متريك، عندي ستراكشر ديفولت متريك. تمام، مش هينفع اختار حاجتين مع بعض، هي حاجه حاجه كده. اخترت الميكانيكال. طيب انا عايز الميكانيكال هي اللي تبقى فوق والالكتريكال تبقى تحت. من هنا اطلع وانزل اللوكيشن. ممكن نضيف معاهم حاجه تاني، مثلا ممكن نجيب بلامنج ديفولت متريك، ممكن نجيب حاجه تاني، نجيب مثلا ديفولت متريك على طول. كده حددت اربع حاجات، مجرد ما هدوس اوكي هلاقي كل اللي انا حددته ظهر هنا. طيب انا حددت حاجات زياده مش محتاجها، زي ما انا شرحت لحضراتكم كده. هنخش تاني على فايل لوكيشن، هحدد اللي انا مش محتاجه، دوس على ريموف فاليو بلامينج، ريموف فاليو الكتريكال مثلا، ريموف فاليو. انا كده عندي ميكانيكال بس، اقول له اوكي دي الميكانيكال ظاهره معايا. بعد كده عندي نكمل في فايل لوكيشن، عندي هنا ديفولت باس فور يوزر فايل. هنا بيقول لي اليوزر فايل، الملف اللي انت محتاجه والملف اللي انت شغال عليه ده الديفولت باس بتاعه. هنلاحظ المسار بتاعنا في سي في بروجرام داتا في اوتو ديسك ار في تي 2017 في التمبلت. انا بفتح التمبلت اللي هي انا شغال عليها او اللي هو المشروع بتاعي مبني عليه، ده المسار بتاعه. ممكن اغير المسار ده لاي مسار تاني، لمسار تاني لاي مشروع عندي على الكمبيوتر، على اساس ان انا لما اجي افتح يبقى المسار بتاعه موجود على طول، اقدر ان انا اخش عليه في حاله ان انا وانا بدوس اوبن من اليوزر انترفيس يبدا يوجهني على طول للبروجكت بتاعي. كذلك هنا للفاميلي تمبلت، ده ديفولت باس فور فاميلي تمبلت. هنلاحظ برضو ان هو في السي في بروجرام داتا في اوتو ديسك ار في تي 2017 فاميلي تمبلت. تمام، المسار الاخير ده الروت باس انا مش محتاجه في حاجه. كده احنا شرحنا عملي وشرحنا نظري الريفيت اوبشن فايلز. وعشان ادخل تاني للبرنامج برضو من يوزر انترفيس، هنشيل علامه صح من على ريسنت فايل، هيرجعني تاني لواجهه البرنامج من جوه. نرجع بقى للسلايدز، نكمل شرح النظري الخاص بالتابس والبانلز، ونرجع بعد كده عملي نطبق على حاجه حاجه. تاني حاجه هنتكلم عليها مع بعض في سيشن 2، الاركتشرال اند ستراكشر تاب كومبوننت، مكونات الاركتشرال اند ستراكشر تابس. طيب احنا طبعا الكورس بتاعنا هو كورس ام اي بي، المفروض ان احنا ما نتكلمش على الحاجات دي، بس احنا هنشرحها في عجاله سريعه على اساس برضو يبقى في حاجه في البرنامج، كل حاجه في البرنامج لحد ما احنا عارفينها، ما فيش حاجه احنا مش عارفينها. احنا اتفقنا مع بعض ان الاركتشرال والستراكشر والسيستم وانسيرت وكل دول اسمهم تابس، وعندي البيلد والسيركيوليشن والموديل والروم اند اريا، وكل دول اسمهم بانلز، وعندي هنا اسمهم ايكونز. تمام، عندي في اركتشرال في وول، وول من اسمها واضح ان دي حيطه، يعني انا اقدر ارسم بيها حيطه. دور ده باب، اقدر ارسم باب. ويندو ده شباك، اقدر ارسم شباك. كومبوننت دي خاصه بحاجه مجمعه، يعني مثلا دولاب، مكتب بترابيزه، غرفه اجتماعات، ترابيزه اجتماعات، حاجات زي كده يعني. كولوم ده طبعا خاص بالعمدان، روف ده خاص بالسقف، سيلينج ده سقف ساقط، فلور دي الارضيه، دي شويه حاجات تانيه بصراحه. دي يعني ايه؟ دي اللي هي الكيرتن سيستم، دي اللي لما يكون عندك مثلا ازاز مثلا انت عايز تخليه واخد شكل مثلا ورقه الشجر، او واخد شكل مثلا ايزومتريك بيضاوي، واخد اي شكل ما انت بتحددها من هنا.
الكيرتن جيرد دي لما يكون عندك ازاز عايز تعصبه، برضو المولين دي برضو كذلك. عندي طبعا هنا الريلينج ده اللي هو زي الهاند ريل ده، الترابزين او السور اللي بتحط مثلا في السلم مثلا، او بتحط المنطقة كده مثلا دبل هايت او ترابزين عامة، يعني هو ترابزين. رامب ده لما تيجي تعمل مثلا رامب منزل جراج او حاجة زي كده. ستير ده سلم. الاي دي موديل، اي دي اللي هي علامة التكست. موديل لاين دي عبارة عن لاين لو عايز ترسم خطوط معينة او تشاور على حاجة معينة في الرسم. روم لو عندك غرفة عايز تديها اسم هيبقى الروم. الروم سيبريتور دي لو انت عندك غرفة وانت عايز تفصلها، يعني عايز تخلي نصها ليه اسم ونصها ليه اسم تاني. التاج روم دي لو هتضيف رمز للغرفة مثلا او علامة معينة، او تاج مثلا لو مثلا تديها مثلا، يعني مثلا ممكن الروم يبقى اسمها اوفيس وممكن التاج بتاعها يبقى اسمه مثلا F1 O1، يعني ده كده ال F1 اللي هي first floor O1 اللي هو اوفيس واحد يعني. تمام، باقي الحاجات دي مش محتاج ان احنا نتكلم عليها، هي بعيد عننا اصلا خالص. تاني حاجة عندي في الاستراكشر عندي البيم دي طبعا باين عليها اللي اي بيم حديد، في وول كذلك برضو. الول اللي تقريبا الول هنا المقصود بيها الول استراكشر دي اللي هي بتبقى الساندويتش بانل اللي بيتحط فيها مثلا هانجرز او بيتعمل بيها المخازن الكبيرة. برضو كولمان دي او دي العمدان. الفلور دي الارضية. تراس دي برضو ستيل استراكشر اللي بيتعصب بيه الجمالونات والمخازن الكبيرة كذلك. البريس دي كذلك نفس الكلام. البيم سيستم برضو حاجة خاصة بالبيم. الكونكشنز دي في حالة ان انت هتربط بيم ببعضها الديتيلز بتاعتها بشكلها ايه. ايزوليتد ده هيبقى الكلوم عندك عمود وهتعمل له ايزوليتد من تحت طبقة خرسانية كده، يعني تعمل بلوكة خرسانية وتطلع بالعمود عليها كذلك. ايزوليتد لول سلاب دي لو هتعمل سلاب خرسانة. ريبر كومبوننت دي برضو لو في حاجة كذا حاجة ماسكة ببعضها خاصة بالستراكشر بتبقى في كومبوننت. برضو الاي وعلامة الخطوط دي اتكررت معانا. ده برضو هنا الريفرنس جايد ده لو عايز تعمل محاور معينة هي ظاهرة هنا برضو، يعني تعمل محور 1 2 3 عند العمدان او عند حاجة زي كده تقدر تعملها من هنا. طيب احنا كده شرحنا الاركتشرال تاب والاستراكشر تاب. هنفتح برنامج ونبدأ نجرب الحاجات دي سريعا مع بعض. هو ده طبعا خارج صميم البرنامج او خارج صميم الكورس بتاعنا، بس احنا هنشرحه في عجالة بس اكل العلم، احنا مبقاش في حاجة عندنا ما نعرفهاش. احنا كده فتحنا البرنامج. طبعا اول حاجة نعملها هي نيو. انا بفتح نيو. طب نيو ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل في الاركتشرال وستراكشر، فاول حاجة نفتحها هي حاجة خاصة بالاركتشرال. طيب في اركتشرال ظهر عندي هنا، انا ما عنديش تمبلت اركتشرال، في حاجة اسمها ديفولت متريك ممكن نجربها نشتغل بها اركتشرال. تمام، هقول له اوبن، هيبدأ يعمل لي ابديتنج لل او ابجريد للنسخة التمبلت بتاعتي من 2015 ل 2017. انا النسخة عندي قديمة شوية. كده فتحنا الاركتشرال بتاعي، اللوحة الجديدة بتاعتي اللي هرسم فيها الاركتشرال. ممكن اول حاجة نختارها عندي من اركتشرال تاب من بانلز اسمها بيلد، اختار وول. اخترت وول، اول ما بدوس عليها ظهر لي هنا حاجة جديدة اسمها موديفاي بليس وول. انا عشان مختار وول فجاب لي هنا موديفاي اند بليس وول. طب في حالة ان انا اخترت دور هيجيب لي موديفاي اند بليس دور. دي قائمة موديفاي بتظهر معايا في حالة ان انا بعمل سيلكت على الايكونز وانا برسمها كقائمة مساعدة ليا. طيب في نفس الوقت انا لو وقفت على الول هيبدأ يقول لي الول، وبين قوسين هنا بيحدد لي اختصارها هي عبارة عن دبليو اي، ده اختصار الول، وبيبدأ يشرح لي الول دي عبارة عن ايه وبيديني امثلة ليها تحت. في بعض حاجات ليها شرح مدعم بفيديو. تمام، هيقابلنا دلوقتي حاجات زي كده السيلينج هتلاقيه شارح حاجات، والحاجات مدعمة بفيديو وهو بيشرح الحاجة بتتعمل ازاي. طيب احنا في الول، وهنيجي من الول هنا بدل ما اختار لاين. لاين دي يعني انا هبدأ ارسم حيطة حيطة بالشكل ده. انا رسمت حيطة وممكن اختار الشكل ده على طول وارسمها بالشكل ده كده، انا رسمت اوضة على طول. ممكن اختار كده واعمل
دايرة، أوضة مدورة، ممكن يبقى أوضة معين، ويقول لي أنت عايزها كام. هي معمولة هنا 6 أضلاع، أوكي يا سيدي 6 أضلاع، كل دي حوائط أنا برسمها. ممكن لو جبنا الثري دي هتبان معايا بالشكل ده. طيب كل الحوائط دي نازلة عندي هنا، ارتفاعها تمام عندي هنا، ارتفاعها كله 8000، unconnected height 8000، احنا ممكن نخليها 4000، صغرت معايا زي ما حضراتكم شايفين ل 4000، ممكن نخليها 2000. انا كده بحكم في ارتفاع الحيطة، كده بقت 2 متر، ممكن اخليها 10000، كبرتها قوي هتكبر معايا على طول. بس احنا هنرجعها ل 4000 تاني، شكل لحد ما معقول معايا اقدر اشتغل عليه. طيب نقفل هنا، نرجع للشكل بتاعنا. تاني حاجة عندي دور، مجرد ما بقول له دور جاب لي هنا على طول في الفاميلي، هو محمل دور. مجرد ما اقرب من الحيطة يبدأ يقول لي انت كده حطيت باب، انا كده عمال احط ابواب تمام. حطيت 6 ابواب على الشكل المسدس اللي انا عامله بالحيطة. لو رحت ال 3D هلاقي الابواب محطوطة اهي. طيب ممكن اعمل هنا في 3D دي خليها فاين، وممكن اخلي دي اسمها رياليستيك. رياليستيك بدأ يظهر لي الحيطة، بدأ يظهر لي باب خشب، بدأ يظهر الحيطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب خلينا نقول معلومة صغيرة، انا لو دوست على الحيطة فبيجيب لي في البروبرتس هنا الحاجة اللي انا دوست عليها. انا دايس على الحيطة فبيجيب لي هنا دي حيطة، بيقول الحيطة دي 20 سنتي، 200 ملي تمام. لو دوست على الباب هتلاقي هنا جاب لي ان ده باب تمام، وبيقول لي مقاساته كام. ده الباب ده ارتفاعه 2 متر، 134 سنتي، وده ارتفاعه وده عرضه 915 سنتي. طيب لو اخترت الحيطة قلت له edit type، يبقى انا كده دخلت على الحيطة وهبدأ اعمل فيها edit، يعني هبدأ اعدل فيها حاجات تمام. طيب في هنا حاجة اسمها construction وفيها edit، لو دوست عليها هيفتح لي القائمة الجديدة دي. كل الكلام ده احنا هنتكلم عليه باستفاضة لما نوصل للفاميلي، بس انا عايز اوضح لحضراتكم حاجة دلوقتي، ان انا ممكن اخش على by category من structure واقول له من فضلك اختار هنا الشكل ده، ده شكل التوب ولونه هيبقى اللون التوبي، اللون الاحمر، شكل التوب الاحمر العادي. مجرد ما اقول له اوكي، اقول له اوكي اوكي، هنلاحظ ان الحيطه كلها الحوائط كلها اتغيرت للون الاحمر وخدت شكل التوب. انا كده اتحكمت في خصائص الحاجه، دخلت عليها وعدلت عليها تمام. دي حاجه بسيطه هنتكلم عنها اكتر لما نوصل للفاميلي، بس انا حبيت اشرحها واحنا بنشرح الجزء الخاص بالستراكشر. طيب ممكن ارسم الباب ده في 3D؟ اه ممكن، اهو انا 3D هيقبل معايا الرسم عادي، احط الباب في الاماكن اللي انا عايزها، اتحط معايا الباب مفيش مشكلة. طيب نرجع تاني ستراكشر ويندو، حط لي شباك، اوكي شباك هنا، حط لي شباك هنا، موضوع بسيط مفيش حاجة فيه صعبة. نرجع تاني، ده هنا بحط مكتب زي ما قلت لحضراتكم ان دي اللي هي كومبوننت، دي عبارة عن كذا حاجة مع بعضها انا اخترتها. هو جايب لي فاميلي خاصة بديسك على طول او مكتب، حطيتها اتحط معايا على طول مكتب زي ما حضراتكم شايفينه. طيب عندي هنا الكولوم، كولوم اللي هو العمود، مجرد ما اخترته هنا هينزل معايا العمود تمام. العمود هو زي ما انتم شايفين انا رسمته، بس هو جاي اي بيم، ممكن نرسم بره هنا عشان يبان معايا تمام. طبعا انا عمال احطه باي شكل ما في 3D، بس العمدان كده زي ما هي محطوطه قدامنا. ممكن ادوس شيفت وادوس بالسكرول بتاعت الماوس واحرك الشكل بتاعي اتفرج عليه في 3D، وممكن ادوس هنا على شكل 3D رجعه للشكل الاولاني خالص. لو قلت توب هيجيب لي شكله توب، لو دوست ليفت، لو دوست على الكورنر هيجيب لي ايزومتريك اللي ممكن الفه، وانا بدوس على الكورنر بيلف معايا الشكل تمام. طيب ممكن لو قفلت ده هرجع تاني للبلان اركتشرال. عندي روف، في حالة ان انا هحط روف تمام هقول له لا انا في ليفل 1، هو بيقول لي هنا انت عايز تحط الروف انهي ليفل،
تمام، ممكن هو بيقول لي اعمل هنا درو، انا ممكن ما اعملش درو، ممكن اقول له من فضلك الخط اللي ادوس لك عليه اعتبره حدود السقف. احنا هننقي الاوضه دي اللي احنا ما جيناش ناحيتها خالص، تمام، والسقف ده هنخلي الاوفست بتاعه 4000 برضو، وهنبدا ننقي كده الحيطه دي والحيطه دي والحيطه دي والحيطه دي. انا حددت السقف بتاعي، اقول له اوكي. اوكي هو بالفعل كده عمل لي سقف هيبان معايا في الثري دي. جيت في الثري دي السقف بتاعي ظاهر اهو، وممكن ان انا اغير زاوية الميل بتاعته. كده انا عملت سقف، تمام، زاوية الميل بتاعته هنا هتلاقيه موضحها لي. طبعا كل ما بقف عليها في البروبرتس بيبان لي كل حاجة. هنا فين زاوية الميل؟ ماكسيموم، اكبر شوية، اه هنا مديني الماكسيموم ريديج هايت، ماكسيموم ريديج هايت دي اللي بتتغير معايا وانا بغير ارتفاع السقف. زي ما حضراتكم شايفين الدنيا بتتغير معايا ازاي. طيب نرجع تاني، احنا كده جربنا الكلام ده كله، عايزين نجرب السيلينج. السيلينج ده اللي هو سقف سائد. طيب احنا ممكن نختار هنا اللي هو جريد 600 600، دي كده بلاطات 60 في 60، وارتفاعها احنا كان عندي ارتفاع الحيطة 4000، ممكن نخليه 3000، تمام. مجرد ما هدوس هنا هو السقف اتحط بالفعل، بس هو هنا مش ظاهر. ليه مش ظاهر؟ عشان انا واقف في الفلور بلان، بس في هنا سيلينج بلان، انا واقف في ليفل 1. لو دوست هنا نقفل دي، لو دوست على ليفل 1 هنا هلاقي السيلينج ظاهر. هنا هو ظاهر في لوحة السيلينج مش ظاهر في لوحة الفلور. طب انا عايز اظهره في لوحة الفلور، مفيش مشكلة خالص، عندي من اندر لاير في البروبرتس وانا واقف هنا مش سيلكتد على اي حاجة، واقف هنا باجي هنا عند الاندر لاير بختار اللي هي البيز ليفل بتاعي خليها ليفل 1، انا واقف في ليفل 1، والتوب ليفل بتاعي اكيد الليفل اللي هو ليفل 2، وبخلي الاندر لاير اورينتيشن بخليها لوك اب، اهو ظهر معايا السقف هنا، تمام. كده احنا عملنا سقف سائد الفلور، عايز اختار فلور الارضية كذلك، ممكن ان انا اعملها على طول على اي حدود مبنى عندي بالشكل ده، تمام، وممكن اقفلها. المعنى ان انا بدوس على القفل ده يعني بقفل الارضية مع الحيطة، في حالة ان انا بحرك الحيطة الارضية تتحرك معاها، حرك الارضية الحيطة تتحرك معاها، الاتنين مقفلين ببعض. لو قلت له اوكي هو كده خلاص عمل لي ارضيه. طب انا عايز اشوفها، نرجع لل 3 دي هنلاحظ ان هنا الاوضه الوحيده اللي فيها ارضيه. طيب ممكن نغير نشوفها من تحت اهو، هنلاحظ ادي الارضيه بتاعتي، دي الارضيه بتاعتي، تمام، وعندي هنا مفيش ارضيه بس في سقف ساقط موجود، وفي سقف تاني خرساني موجود او سقف هرمي موجود فوق. الارضية طبعا انا عشان سيلكتد عليها بيديني اللون الازرق. طب انا لو واقف عليها بس هيديني لون ازرق خفيف، مجرد ما ادوس عليها هتزرق كلها زي ما اتفقنا ان ده اللي بيبقى ظاهر معايا في من قائمة فايل، من قائمة اوبشن هنا في خانة الفايل لوكيشن، لا في الجرافيكس، في خانة الجرافيكس اللي هي السيلكشن والبري سيلكشن، تمام. طيب نرجع تاني، احنا كده شرحنا الروف وفلور. طبعا دي انا مجرد ما اقف عليها هيبان لحضراتكم دي عباره عن ايه، انا طبعا مش هخش في تفاصيلها قوي هنا بشكل. انا لو عندي ازاز او عندي جسم عايز اعمله في منحنيات او في حاجه زي كده ده اللي بيعمله، كذلك دي لو انا عندي ازاز وعايز اعمل فيه تعصيب بالشكل ده دي نفس الكلام بس نوع مختلف من التعصيب. عندي ده الهاندريل او الترابزين زي ما حضراتكم شايفين في الشكل ده، الرامب، انا عشان اعمل رامب لو اخترته ببدا ان انا اجي هنا بيقول انت عايز تعمل رامب دوراني ولا رامب عدل ولا ايه، وعايز ليه ترابزين ولا لا. انا ممكن اختار كده مثلا رامب بالشكل ده، انا كده حطيت رامب، قلت له اوكي تمام، هو ضاف لي رامب هنا. لو جبت في 3 دي هنلاحظ ان هنا ظهر عندي الرامب اهو، تمام، عمل لي زي مدخل كده.
ممكن نجيبه. ادي الرام بس طبعا معمول بزاوية عكسية، انا ما ظبطتوش وانا بحطه، عشان كده طلع لي رسالة ايرور. لو حضراتكم تلاحظوا ان هو طلع لي رسالة ايرور. طيب نرجع تاني، الستير سلم، حالة ان انا هعمل سلم برضو كذلك، السلم ده هيبقى كده اوكي. برضو انا مش ظابط، انا طبعا السلم لازم اكون في ليفل فين ورايح لانهي ليفل والكلام ده كله انا مش مظبطه، انا بحاول بس احط الحاجة عشان نتخيل مع بعض الاوامر دي. طبعا السلم محطوط بشكل عكس زي ما حضراتكم شايفين برضو، عشان كده بيطلع لي رسالة ايرور. الاي تكست مجرد ما بدوس عليها ممكن اعمل ايديت تكست، اكتب مثلا ريفيت ام اي بي، مجرد ما اقول اوكي يبقى معايا كلمة ريفيت ام اي بي اقدر احطها في الرسم. طيب في لاينز ده في حالة ما مثلا احط تحتها خط او خليها جوه مربع، دي حاجات انا بضيفها باللاينز تمام. روم لو دي روم اهي، انا مجرد ما هقف عليها خلاص بقت دي روم اسمها روم 1، ممكن ندوس عليها وغيرها خليها اوفيس، خليتها اوفيس بقى اسمها اوفيس 1 تمام. طيب روم سيبريت في حالة ان انا هفصلها، هي مش هتبان هنا، هي هتبان هنا في حالة ان انا افصل كده بقى، يعني انا كده انا فصلت كده تمام. كده المفروض ان انا فصلت الاوضه زي ما حضراتكم شايفين، بقت الروم هنا دي مش داخله معايا، لو جيت اعمل دي لوحدها دي هتعمل معايا روم تانية لوحدها، بقى ده اسمه اوفيس. وممكن اسمي ده مثلا ده تويلت تمام. يبقى انا قسمت الغرفه لاسمين او لغرفتين، غرفه اسمها اوفيس وغرفه اسمها تويلت. طيب التاج ده لو انا عايز احط تاج للغرفه، يعني دي احنا مسمينها اوفيس 1، هو التاج بتاعها برضه هيبقى اوفيس 1، احنا ممكن نغير في التاج بتاعها نخليه زي ما قلنا لحضراتكم مثلا اف 1 ده اللي هي فيرست فلور، اف 1 شرطه او 1 يبقى كده فيرست فلور اوفيس 1 تمام، هو اوتوماتيك غير اسمها الفيرست فلور. طيب ده معناه ان انا ممكن اشيل، انا عملت دي اي اختصار ديليت فشلت اسم الغرفه، بقى عندي التاج بتاع الغرفه بس تمام. هو اتضح ان التاج والروم نيم الاتنين مربوطين ببعض، لازم لو ده اتغير ده يتغير معايا طبعا. ده هنا اريا في حاله ان انا بعمل اريا بيقول لي انت في ليفل 1 اوكي تمام، اوتوماتيكلي كريتنج اريا اوكي، هو انا مجرد ما اقف عليه هيبدأ يقول لي الاريا بتاعت الكلام ده كام. طبعا هنلاحظ ان النيم بتاع الغرفة بقى اسمه F101، كل حاجة انا بعملها بتسمع معايا. احنا بنتكلم في الحاجات دي كلها خاصة بالاركتكتشر والستراكشر بنتكلم عليها في عجالة، عشان احنا لو تعرضنا لها بس احنا نبقى فاهمين احنا بنتعرض لايه. طيب احنا تقريبا شرحنا كل حاجة في الاركتكتشرال، في عجالة برضه نشرح حاجة خاصة بالستراكشر، بس هنقفل الصفحات اللي عندي دي تمام. وعشان نشتغل في الستراكشر هنقول نيو هنعمل براوزر وهنخش على حاجه اسمها ستراكشر. طيب ممكن في ستراكشر ديفولت متريك نختارها، نقول اوكي برضه هي من نفس الابديتنج، ويفتح معايا فاهم تمبلت للستراكشر اشتغل عليها شغل ستراكشر. هو كده فتح معايا خلاص الصفحة الجديدة اللي احنا مختارينها اللي هي structure template. هنختار هنا من tabs structure ويبقى عندي في البانلز اللي هي structure في كذا ايكونز، في بيم، بيم دي انا لو اخترتها ممكن ارسم بيم بالشكل ده تمام. احنا عملنا شكل بيم، ممكن البيم دي نجيبها في 3D نشوف شكلها
ممكن في 3D تصغرها شوية أو تكبرها، يعني كل ده برضو متاح معاك في 3D. مجرد ما بتقف عليها بيجيب لك في البروبرتس بتاعتها هي عبارة عن ايه. طيب انا في حاجة برضو عايز اقولها، دلوقتي انا فاتح 3D، لو جينا من فيو، احنا هنتكلم الحتة دي قدام شوية بس حبيت ان انا اوضحها دلوقتي. من فيو ودوسنا على التايل ويندوز، تايل ويندوز قسم لي الشاشة نصين، نص جاب لي فيه البلان ونص جاب لي فيه 3D. الشاشة اللي دوس عليها كليك بتبقى نشطة معايا، الشاشة اللي هنا دوس عليها كليك تبقى نشطة معايا. بيمز اللي انا بختارها هنا هتلاقي سيلكتد معايا على طول الناحية التانية، كذلك بيمز اللي اختارها هنا هتبقى سيلكتد معايا الناحية التانية. تمام. طيب نرجع تاني، دي حاجة انا كنت عايز اوضحها، ان الشكل بتاعي ايا كان هو في 3D في 2D في انهي في سيكشنز، مجرد ما هعدل فيه حاجة هتتعدل في كله، يعني مش هيبقى متعدلة في البلان وفي السكشن لا. نرجع تاني للستراكشر، عندي الول، انا كده برسم وول، الول دي انا برسمها في 3D. طب معلش نرجع للبلان، احنا في ليفل 1 احنا كنا راسمين الستراكشر فين. طيب ما علينا، احنا نرسم هنا الول بتاعتنا، ادي وول اهي رسمناها وممكن نشوف في 3D، ادي في 3D الول اللي انا رسمتها. طبعا هي عبارة عن قمر او عبارة عن شغل ستراكشر. تمام، عندي العمدان برضو زي ما حضراتكم شايفين، ده عمود انا حطيته هنا وممكن اجيبه في 3D اشوف شكله ايه، ده العمود اللي انا كنت حطيته. مجرد ما بدوس عليه بيجيب لي كل بياناته في البروبرتيز، هنا هو البيست فلور بتاعه ليفل 1 والبيست اوفست بتاعه 0، مش نازل تحت ليفل 1 باي حاجه. التوب بتاعه هي ليفل 2. تمام، ده كده الكولوم، الفلور في حاله ان انا احط ارضيه، الارضيه دي انا ممكن اختار زي ما اخترنا قبل كده، تختار كده وممكن قلنا ممكن نقفلهم، يعني لو قفلتهم كده هيبقوا مقفولين مربوطين بالحائط. لو دوسنا اوكي، اوكي احنا كده بالفعل عملنا ارضيه. تمام، ده هيبان معايا هنا، ممكن لو عملنا رياليستيك ادي الشكل ده ظاهر معايا. تمام شكل. طبعا هو هنا في حاجة، الـ الأرضية هنا بقت سقف مش أرضية. طب ما نقف هنا على الحيطة، هنلاحظ إن الحيطة هنا بيقول لي البيز أوفسيد 0 3000، يعني البيز أوفسيد هي تحت الأرض ب 3000 زي ما حضراتكم شايفين، هي مبنية لتحت، عشان كده لما بقول له فلور الفلور اتحط على الزيرو ليفل. تمام، بس هي عشان كده هي ظاهرة معايا هنا سقف، بس هي أصلا هي التايب بتاعها فلور، التايب بتاعها فلور أرضية. تمام، طبعا ده لو كونكشن كذا بيم مع بعض، زي ما قلت حضراتكم مجرد ما نقف عليه بيفتح لي هيل بيشرح لي الحاجات دي عبارة عن ايه. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنا برضو ده ايزوليتد، ده عمود وتحتيه في طبقة خرسانية. تمام، ممكن دي خرسانة اللي انا بحطها اللي هطلع بعد كده عليها بعمود، ممكن نجيب كولوم احط عليها، انا حطيت الكولوم بتاعي على الكاميرا ماشي، برضه تكست وبرضه لاين، كل الكلام ده احنا بنتكلم فيه اتكلمنا فيه في الاستراكشر في الاركتشر اسف. يبقى احنا كده اتكلمنا اركتشر واستراكشر، انا عارف ان هو الكلام ده ملوش علاقه بالام بي، بس انا كنت حابب ادي عنه نبذه، ان احنا في الكورس بتاعنا ان شاء الله هنشرح ازاي نحول المعماري من كاد لريفت ونبدا ننفذ بيه مشروع، نبدا نشتغل عليه. ففي الحاله دي هيبقى لازم يكون عندنا خلفيه عن الاركتشر وعن الاستراكشر شويه، في حاله ان احنا واحنا بنحول معماري من كاد لريفت هنستخدم فيهم بعض الاوامر، فعشان كده انا حبيت ان انا اذكرهم معايا في شرح البرنامج. نرجع نكمل من سلايدز، النقطه رقم 3 عندي اللي ان شاء الله هي هتكون سيستم. في السيستم تاب عندي بانلز، اتش فاك، فابريكيشن، ميكانيكال، بلامينج اند بايبس، في الكتريكال، في موديل، في ورك بلان. كل ده عبارة عن
بانلز موجودة عندي في السيستم تاب. هنبدأ مع بعض بأول حاجة اللي هي الـ HVAC. الـ HVAC دي طبعا خاصة بالتكييف. HVAC صار Heating, Ventilation and Air Conditioning. أول حاجة عندي فيها Duct. Duct ده اللي هو مجرى الهواء أو المسار اللي بينقل الهواء من مكان لمكان، تمام. ده الدكت، ده في حاجة اسمها دكت بليس هولدر، هنعرف الفرق ما بينهم لما نفتح برنامج ونجرب. في هنا عندي حاجة اسمها دكت فيتنج، في دكت اكسسوارز، في كونفرت تو فليكسبل دكت، يعني لو في عندك صاج ريكتانجلر انت هتحول لفليكسبل. بعد كده في فليكسبل دكت لو انت هتشتغل فليكسبل دكت على طول. في اير تيرمينال، واضح انها خاصة من شكلها كده بمخارج الهواء. في حاجة اسمها فابريكيشن بارت، في ميكانيكال اكوبمنت دي خاصة بالمعدات الخاصة بشغل الميكانيكال. في الريفت عايزين بس نتفق اتفاق، لما بنقول ميكانيكال في الريفت بنسبة 95% مقصود بيه ال HVAC، ان الفاير والبلامينج الاتنين تقريبا تحت بند البلامينج، ان هي مكتوب بلامينج اند بايبنج، ففيهم الفالفز، فيهم الفاير، اسف، فيهم البايب، فكل ما يخو فيها السبرينكلر، فتقريبا البلامينج خاصه بالفاير والبلامينج. ميكانيكال اتش فاك، الكتريكال طبعا خاصه بالالكتريكال. طيب نكمل بعد كده. عندي احنا قلنا ان في بانلز، بانل اسمها فابريكيشن، فيها فابريكيشن بارت، في بانل اسمها ميكانيكال، فيها ميكانيكال اكويبمنت، بانلز بلامينج اند بايبس اسمها، فيها بايب وبايب بليس هولدر، فيها بارلل بايب، فيها باي فيتنج، فيها فالفز، فيها فليكسبل بايب، فيها بلامينج فيتشرز، فيها سبرينكلر. بعد كده عندي الكتريكال. الكتريكال هي مش واضحه معايا هنا بس في الـ في الـ في الـ في الشورت كاتس اللي انا واخدها، بس هي هتبقى واضحه معانا في البرنامج. هنلاقي فيها الوايرز، هنلاقي فيها الكيبل تريز وكيبل تريز فيتنج، هنلاقي فيها كوندويت وبرل كوندويت، هنلاقي فيها فليكسبل كوندويت فليكسبل فيتنج، كل الكلام ده هيبان معايا. موديل دي مش محتاجه في اي حاجه، والورك بلان دي مش محتاجه في حاجه، مش هنتكلم عليهم. احنا كده بنشرح بس الحاجه الخاصه بالسيستم. ده كان الشرح النظري، يلا بينا نخش على البرنامج ونجرب حاجة حاجة اقدر اعملها ازاي. احنا كده فتحنا البرنامج. طبعا انا محتاج اعمل اوبن لميكانيكال، حاجة هشتغل عليها ميكانيكال، فهفتح تمبلت ميكانيكال. فانا هنا طبعا كنت حاطط اللي هي ميكانيكال ديفولت متريك دي، انا مجرد ما ادوس عليها كليك هيفتح معايا على طول. انا كده مش هدوس نيو واخش ابراوز بقى على الملف اللي انا محتاجه من الكمبيوتر، خلاص احنا حطينا دي عندي هنا، سهل عليا وعملت حركة دي من الاوبشن وشرحناها من شوية بتتعمل ازاي. كده فتح معايا الميكانيكال ديفولت متريك. هنروح عند السيستم تاب. اول بانل هنتكلم عليها في السيستم تاب هي بانل HVAC. HVAC اول حاجة عندي فيها هي الدكت. بيقول لي عشان اقدر ارسم دكت بشكل صحيح في 6 حاجات لازم اظبطها الاول. ايه هي الـ6 حاجات دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجة عندي من الـ6 حاجات هي الويت، المقصود بيه اللي هو عرض الصاج. تاني حاجة عندي هي الهايت، والمقصود بيه ارتفاع الصاج اللي هو ارتفاعه كسايز، يعني عندي ده الويت والهايت، ده مقاس الصاج اللي هو عرض وارتفاع الصاج. تالت حاجة عندي الأوفسيد، ودي المقصود بها ارتفاع الصاج من الفينش فلور، أو ارتفاع الصاج من الأرض قد إيه، أو من الزيرو ليفل قد إيه، ده ارتفاع الصاج كله، يعني ارتفاع الويتس والهايت مع بعض. رابع حاجة عندي هي الهوريزونتال كونكتد بوينت، دي نقطة التوصيل الأفقية. وخامس حاجة عندي هي الفيرتيكال كونكتد بوينت، نقطة التوصيل الرأسية. وسادس حاجة هي السيستم تايب، الصاج ده تابع لأنهي سيستم، اكزهوست ولا فريش ولا سبلاي ولا ريتيرن، ده المقصود بالسيستم تايب. كده احنا اتكلمنا بشكل سريع او عرفنا ايه هما الـ6 حاجات، تعالوا بقى نطبقهم على البرنامج نشوف هنطبقهم ازاي.
دلوقتي انا علشان ارسم صاج او ارسم ضغط، اول حاجة لازم اعملها ان انا يا اما اروح بالماوس عند ضغط ايكون واسلكت عليه عشان افعل معايا الامر بتاع الضغط، او ان انا ادوس دي تي اختصاره من اللي هي كيبورد شورت كات. طيب في الجماعة اللي بيشتغلوا على الاوتوكاد حابب اقول لهم معلومة، ان انت في الاوتوكاد لما كنت تيجي تعمل اختصار مثلا كوبي سي او كنت بتدوس السي والاو وبعد كده بتدوس سبيس على اساس ان انت تفعل الامر او تفعل الاختصار بتاعك تقدر تشتغل بيه. هنا في الريفت مش كده، هنا في الريفت مجرد ما بتكتب الاختصار بيتفعل اوتوماتيك من غير ما تدوس سبيس. هلاحظ كمان ان انا اول ما بفعل امر الضغط بيظهر معايا هنا بار جديده اسمها اوبشن بار، اولها بيبقى مكتوب فيه موديفاي اند بليس ضغط. طب في حاله ان انا سيلكتد على اي حاجه تاني هيجيب لي موديفاي اند بليس الحاجه التاني، يعني لو اخترت ضغط بليس هولدر هيجي يقول لي موديفاي اند بليس ضغط بليس هولدر، لو اخترت من سيستم اير تيرمينال هلاقيه بيقول لي موديفاي اند بليس اير تيرمينال، وفي نفس الوقت بيظهر معايا هنا موديفاي اند بليس اير تيرمينال يظهر لي شويه كومبوننت هنا اقدر ان انا او شويه ايكونز هنا اقدر ان انا تسهل عليا او تساعدني في الشغل الامر اللي انا محدده. هنشوف ده مع بعض بيتم ازاي. احنا هندوس اسكيب دلوقت، هنرجع للسيستم هنقول له دكت، هلاحظ ظهر معايا زي ما قلت حضراتكم هنا الموديفاي اند بليس دكت، وظهر معايا الاوبشن بار الجديده اللي بتظهر عشان تساعدني في اختيار الداتا الخاصه بالامر اللي انا اخترته. طيب هيظهر معايا في الاوبشن بار الويتس، ده اللي هو عرض الصاج اللي احنا اتفقنا عليه. دي كانت اول حاجه في من الست حاجات اللي المفروض ان انا ادخلها عشان اعرف ارسم صاج بشكل صحيح. كانت تاني حاجه عندي هي الهايت، وكانت تالت حاجه عندي هي الاوفست، ورابع حاجة كانت الهوريزونتال كونكتد بوينت او هوريزونتال جاستيفيكيشن، خامس حاجة كانت الفيرتيكال كونكتد بوينت او فيرتيكال جاستيفيكيشن، وسادس حاجة عندي كانت السيستم تايب. السيستم تايب. طيب انا دلوقتي هعمل حاجة ان انا هاخد البروبرتس، قائمة البروبرتس هنقلها على الشمال على يمين الشاشة. انا مجرد ما دوست عليها بالماوس كلكيت عليها وفضلت ماسكها هولد لغايه ما جبتها هنا اتنقلت معايا على طول. انا عملت كده على اساس ان انا لما اجي اختار الصاج يبقى عندي بروبرتس هنا ظاهره قايمه كلها او بنسبه كبيره منها، والناحيه التانية ظاهر لي الليفلات او البروجكت براوزر برضو بنسبه كبيره منه على اساس اعرف اتابع شغلي ماشي ازاي. طيب احنا قلنا هنختار الدكت، وهنفرض ان انا عندي الويتس 500 زي ما هو داخل قدامي كده، والهايت 200، والاوفست بتاعي اللي هو ارتفاعه من الفينش فلور او من الارض هيكون 3000. انا الوحدات عندي دي نازله بالملي، اقدر اغيرها لبوصه اقدر اغيرها لفيت، ده هيبان ازاي واحنا بنشرح باقي التابس واحنا شغالين هيبان عندنا ازاي ده بيتم. هلاحظ ان عندي هنا لوك او انلوك بيقول لي ده سبيسيفايد اليفيشنز يعني خاص بالاليفيشنز بتاع الدكت. انا لو دوست عليه هتلاحظ ان هو قفل لي خانه الاوفسيد، هو كده ثبت لي الاوفسيد على 3000، مش هينفع ان انا اغير اي دكت هرسمه هيترسم على نفس الاوفسيد ده. طيب في حاله ان انا انلوك هيبقى حر معايا اقدر ان انا اغير. ابلاي يعني انا بفعل كل التغييرات اللي انا عملتها فوق تمام، او بحتاجها وانا برسم رايزرز وده هيبان معانا واشرح لحضراتكم بيتم ازاي. طيب هنيجي بعد كده احنا ظبطنا اول حاجه وتاني حاجه وتالت حاجه، رابع حاجه اتكلمنا عليها هي ال horizontal justifications او horizontal connected point، سادس حاجه vertical justification او vertical connected point تمام. هو هنا عاملها central وهنا عاملها middle، central دي في منها left في منها right تمام، احنا خليها central دلوقتي، وهنا middle في منها bottom وفي منها top احنا نخليها برضو ميدل.
هنغير دلوقتي كذا حاجة وهيبان معانا واحنا شغالين ده بيتم ازاي. بعد كده السيستم تايب ده سبلاي اير او اكزوست اير او ريتيرن اير، ده بيبان معايا. طيب في حالة ان انا عايز اغير السيستم تايب، بدل ما يبقى سبلاي اير واكزوست اير ومثلا ريتيرن اير، عايز اضيف فريش اير، اقدر. بتتم ازاي؟ هنشرحها برضو مع بعض. نبدأ نرسم دكت. انا الامر متفاعل معايا، كنت مختاره قبل كده، عايز اعرف متفاعل معايا ازاي. هلاقي في البروبرتيز جايب لي حاجة دكت، فكده امر متفاعل معايا. لو دوست اسكيب كده جايب لي الفلور بلان، ده الفلور بلان اللي بتسلك هنا عليه. لو اخترت فلور بلان تاني تمام، هيبقى ده خاص بالفلور بلان. في حالة ان انا بختار دكت بيظهر لي هنا، في حالة ان هختار البو فيتنج في البروبرتس هنا هيظهر لي الفيتنج المتنشطة معايا. طيب هنرجع تاني نختار دكت، هنختار اول حاجة عندي هنظبطها هي الويتس، ده مقاس العرض بتاع الصاج. الهايت مقاس ارتفاع الصاج، هنا 500 هنا 200، الاوفسيت 2800 ده ارتفاعه من الارضية. وعندي الجاستيفيكيشنز هنا هوريزونتال او فيرتيكال، معمولة هنا ليفت ممكن نخليها سنتر، ودي بوتوم خليها ميدل. وعندي بعد كده هو بيقول لي الريفرنس ليفل، انت شغال في ليفل واحد، الاوفست بتاعك وبيأكد لي هنا اوفست دي ارتفاع من الارض 2800. والسيستم تايب بتاعي سبلاي. هنبدأ نحط ستارت بوينت بتاعتي، لقينا الصاج او الدكت بترسم معايا اند بوينت، كده رسمنا خط دكت. طيب عايز اكمل دكت تاني، انا كده رسمت خط دكت طوله 7 متر تقريبا. لو دوست هنا هيظهر لي علامة في البداية وعلامة في النهاية. العلامة دي لو دوست عليها بيقول لي هنا عليها، اول ما بقف بيقول لي درو او دراج. دراج يعني انا لو دوست عليها حرك هنا كده بعمل ستريتش، كده بعمل مينيمايز. لو دوست عليها كليك يمين وقلت له درو دكت، هيجيب لي ان اكمل ارسم دكت تاني بنفس الاحداثيات او الانبوت داتا بتاعت الدكت اللي مرسوم، برضو الويتس 500 والهايت 200 والاوفست 2800 والهوريزونتال كونكتد بوينت سنتر والفيرتيكال كونكتد بوينت او جاستيفيكيشن ميدل والسيستم تايب بتاعي سبلاي. ولو رسمت هيكمله لي، مش هيعمل لي فيه اي توصيلات، بيكمله لي بنفس الشكل. طيب تعال نصغر ده شوية كده ونيجي نتكلم على نقطة ال horizontal justification او connected point و vertical justification او vertical connected point. هندوس كليك يمين زي ما اتفقنا وهنقول له draw duct، وهاجي هنا في ال width واقول له بدل ما هو 500 خليه 700، والهايت انا مش هغير فيه حاجه هسيبه زي ما هو. واول ما هرسم ادوس كليك هنا هلاقيه عمل لي مقاس صاج جديد او دكت جديد 700 في 200، وعمل لي ترانزيشن او ريديوسر زي ما حضراتكم شايفين. هنلاحظ ان السنتر بتاع الدكت ده هو السنتر بتاع الدكت ده، وفي حاله ان احنا جبناه في منظر 3D هنلاحظ ان هو زي ما حضراتكم شايفين سنتر من جميع الاتجاهات. طيب نرجع تاني نيجي نعمل نفس اللي احنا عملناه من الجنب التاني، درو دكت. بس في الحالة دي هو انا اول ما بقوله درو دكت زي ما اتفقنا بيجيب لي الدكت اللي انا واخد منه درو، هو ده بيجيب لي نفس احداثياته بالظبط. احنا اتفقنا هنخلي دي دلوقتي 700 والميتين دي هنخليها 500، وهرسم الناحية التانية. هلاحظ برضو ان عمل لي ترانزيشن اون تريسر سنتر في 3D. هلاحظ ان هو زي ما حضراتكم شايفين، انا هدوس شيفت وهدوس على سكرول وابدا اتحرك عشان اجيب الشكل زي ما حضراتكم شايفين. هلاحظ ان هو برضو هنا السنتر بتاع الدكت ده هو السنتر بتاع الدكت ده. طيب تعالوا ناخد من الدكت ده كوبي عشان اخدها، يا اما باجي من موديفاي واقول له كوبي، او بدوس عليه كليك يمين
وبقول له كرييت سيميلر. في حاله كرييت سيميلر انا باخده بنفس الاوفست بتاعه، في نفس فلور، نفس كل حاجه، هو هو بالظبط، مش هعدل فيه اي حاجه، نفس الانبوت داتا اللي دخلها قبل كده باخدها هي هي تاني، وهرسمه هنا مره تاني. طيب المره التانيه دي احنا هنغير الصاج، بدل الهوريزونتال جاستيفيكيشنز بتاعته هنخليها ليفت. هلاحظ هنا ان جاب لي نقطه الكونكشن او كونكتد اللي ما بيني وما بين الضغط التاني، هتبقى على ناحيه الشمال. طيب تعالوا ناخد نقول له درو دكت، وهبدا ارسم زي ما حضراتكم شايفين. هو مثبت لي نقطه اليسار او الشمال عندي، وهي دي اللي ثابته معايا، او هي دي مركز الاتصال ما بيني الضغط القديم والضغط الجديد اللي هيترسم. تعالوا نغير الويتس في الضغط الجديد، نخليه 700، نفس مقاس الضغط اللي فات رسمناه. لاحظنا ان هو ثبت لي الجنب الشمال او اليسار للضغط الجديد مع القديم، وعمل ترانزيشن من الجنب اليمين بس. طيب تعالوا نتخيله في 3D شكله عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين الضغط عدل من الجنب ده كله، وبدأ يسلب من الجنب التاني. طيب نرجع نجرب نفس الموضوع الناحية التانية، بس بدل ما دي كانت ليفت هنخليها رايت، هوريزونتال خليناه رايت، وهناخد نفس المقاس تاني، 700 في 200. لاحظنا ان هو ثبت لي الجنب اليمين وسلب من الجنب اليسار. تعالوا في 3D زي ما حضراتكم شايفين المنظر ماشي معايا ازاي. طيب احنا كده اتكلمنا على الهوريزونتال جاستيفيكيشن او هوريزونتال كونكتد بايب. نكمل الفيرتيكال جاستيفيكيشن، نتكلم عليها. هنختار الدكت ده برضو ونقول له كليك يمين كريت سيميلر، ونرسمه معانا هنا، ونيجي في الهوريزونتال جاستيفيكيشن او كونكتد بوينت ونقول له دي خليها سنتر تاني، وهنيجي للفيرتيكال جاستيفيكيشن او فيرتيكال كونكتد بوينت ونقول له دي خليها بوتوم، وناخد كليك يمين هنا نقول له كليك يمين درو دكت. في الحاله دي انا ممكن اسيب 500 زي ما هي، واجي في 200 خليها هي كمان 500. طيب ممكن خليها 500 زي ما هي، و 200 خليها 500، وهرسم دكت الناحية دي. هو عمل حاجة بس انا مش شايفها، انا لو جيت في 3D هتبان معايا. هو هنا بيفكرني طبعا زي ما حضرتك كنت فاكرين، كل نص ساعة هيفكرني اعمل سيف ولا لا. انا هقول له طبعا لا ما تعملش سيف. هلاحظ ان انا هنا عشان الدكت ده انا مختار vertical justification او connected point بتاعته من البوتوم، هلاحظ ان هو ثبت لي البوتوم او بطنية صاج من تحت، وبدأ يعمل لي reducing في التوب. طيب تعالوا الناحية التانية نكرر نفس الموضوع، كليك يمين draw duct، وهاجي هنا هقول له هنا كليك يمين درو دكت، وهاجي في فيرتيكال جاستيفيكيشن. طيب انا لازم احدد الاول هنا الدكت، هاجي في فيرتيكال جاستيفيكيشن خليها توب، وهاجي هنا كليك يمين درو دكت. هلاحظ ان جايب لي الدكت 500 في 200، نفس الدكت ده اللي انا هكمل عليه، بس احنا هنخلي 200 دي 500، مجرد ما ارسمه كده. ونيجي في 3D هلاحظ ان هو انا عشان ظبطه توب، هو نقطة التوصيل اللي حافظ لي عليها هي التوب، خلاها ستريت وسلب من الاتجاه البوتوم. طيب احنا كده اتكلمنا على الهوريزونتال جاستيفيكيشن والفيرتيكال جاستيفيكيشن، او هوريزونتال كونكتد بوينت وفيرتيكال كونكتد بوينت. تعالوا نحاول ان احنا ناخد تاني نفس خط الصاج ده، نقول كرييت سيميلر، ونحاول نغير الهوريزونتال والفيرتيكال مع بعض. يعني ده بدل ما اخليه هنا في الهوريزونتال سنتر خليه ليفت،
وفي الفيرتيكال اخليه بوتوم، واجي اقول له كليك يمين درو دكت، و 500 خليها 700، و 200 خليها 500، وارسم دكت الناحية دي. هاجي في 3D هلاحظ ده هو عملها لي سنتر. لا احنا نثبت تاني من البوتوم، مظبوط احنا عاملينها من البوتوم، مجرد ما وقفت عليه هو ثبت لي البوتوم وغير في الاتجاه التاني. وفي حالة ان انا هجيبه في البلان هلاحظ ان هو مثبت لي الجنب الشمال وعمل ريديوسنج من الجنب اليمين. يبقى انا كده الدكت بتاعي ده انا خليته عدل من تحت وعدل من الشمال، وبيغير الريديوسنج بتاعه في الاتجاهات الاخرى. طيب هنيجي نكرر نفس الموضوع الناحية التانية. طيب بس احنا هنحدد صاج هنا الاول دكت، والدكت ده نقول له هنا كان ليفت خليه رايت، وهنا كان بوتوم خليه توب. كليك يمين درو دكت، 500 دي 700، وال200 خليها 500. اقول له اوكي او اكليك بالماوس، هنلاحظ ان هنا هو ثبت لي الجنب اليمين وبدأ يسلب من الجنب الشمال، ومن ناحية تانية هو ثبت لي الدكت التوب بتاعه بقى ثابت معايا عشان انا ظبطه هنا توب، وبدأ يعمل ريديوسنج من الاتجاه التاني. طيب احنا كده شرحنا ايه هو الويتس، ايه هو الهايت، ايه هو الاوفسيد. طيب تعالوا نغير حاجة، نمسك خط ساق زي ده كله كده، ونيجي الاوفسيت بتاعه اللي هو 2800، هنقول له لأ ده خليه 4000. هو كده على طول طالما انا اخترت دكت وحددت الاوفسيت بتاعه وكلكيت على بالماوس على خانة صفحة الرسم بتاعتي، هو فعل لي الامر. هروح هلاحظ ان هو في 3D خط الدكت ده بقى عرف عالي او ارتفع عن الخطوط التانية، عظيم. تعالوا الخط الدكت اللي في النص او تاني واحد، انا ممكن اختاره كله بالماوس بالشكل ده، او ممكن اقف عليه وادوس تاب، زرار تاب عندي على الشمال في الكيبورد، هدوس عليه مرة هيحدد لي كل خط مرة واحدة. هو كده بري سيلكتد، انا مختارتوش لسه، يعني انا بعدت عنه هو خلاص مختاروش، قرب منه تاني هو سيلكتد على الاول او بري سيلكتد على الاول دكت عندي، فمجرد ما بدوس تاب بيجيب لي الخط كله، مجرد ما ادوس كليك يبقى انا كده سيلكتد على الخط كله. لو قلت له ده خليه على 1000 ورحنا في 3D هلاحظ ان تاني دكت عندي بقى نزل لتحت او بقى على ليفل 1000، ده على ليفل 4000، دول على ليفل 2800. من هنا انا عرفت ازاي برضو بظبط الاوفسيت بتاعتي او افهم يعني ايه اوفسيت عندي. طيب كده احنا اتكلمنا عن الويتس والهايت والاوفسيت، واتكلمنا على الهوريزونتال كونكتد بوينت والفيرتيكال كونكتد بوينت. فاضل عندي السيستم تايب. هلاحظ ان انا كل الدكت اللي رسمته سيستم تايب. حالة ان انا هدوس على او اختار اسلكت على بالماوس على اي دكت منهم واقول له هنا ده كان سبلاي سيستم او سبلاي السيستم تايب سبلاي اير، هقول له خليه ريتيرن، هلاحظ ان هو غير لي خط كله، يعني غير لي الدكت كله اللي ريتيرن. انا ما ينفعش اربط السبلاي مع الريتيرن كدكت واحد، البرنامج ريفت برنامج ذكي وفاهم ان ده ما ينفعش ان انا اكون شغال في السيستم واربط الريتيرن مع السبلاي مع بعض، كده هيبقى في ايرور، في حاجه مش مظبوطه. وفي حاله ان انا هرسم او هغير اي مقاس عندي او اي ضغط عندي في 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 خط كبير من سيستم لسيستم تاني، هو ده بيفهمه ان انت كده بتغير السيستم تايب كله من اكزهوست لسبلاي او للريتيرن
او العكس. طيب احنا كده ده ريتيرن، ده سبلاي، ممكن نختار ده تخليه اكزهوست. يبقى انا كده عندي 3 انواع، ده ريتيرن، ده سبلاي، ده اكزهوست. في حاله ان انا عايز اغير لون من الوان الدكت او السيستم تايب اللي عندي، يعني انا عندي ملاحظ ان الريتيرن لون ماجنتا، سبلاي لون بلو، والاكزهوست لون جرين. طيب انا مش عاجبني اللون الجرين الاكزهوست، عايز اخليه ريد. طب اغير ده ازاي؟ اقول لحضراتكم، هنيجي من بروجكت براوزر، ننزل تحت خالص، هنلاقي عندي حاجه اسمها فاميلي، هنفتحها، دوس على علامه زائد جنبها، تفتح لي كل التريدز اللي جوه الفاميلي. هنلاقي من ضمن التريدز اللي عندي في الفاميلي دكت سيستم، هدوس على علامه زائد اللي جنبها افتحها، هنلاقي فيه عندي اكزهوست دكت، في ريتيرن دكت، في سبلاي دكت، التلاتة سيستم تايب الموجودين عندي. هدوس على اكزهوست دكت دبل كليك، ومن دبل كليك هيجيب لي هنا حاجة اسمها جرافيك اوفر رايدز. هدوس اديت وهاجي عند الكلر، ممكن اخليه ريد، ومجرد ما اقول له اوكي واقول له هنا اوكي واقول له ابلاي اوكي، هلاحظ ان الاكزهوست عندي بقى ريد. يبقى انا من هنا بغير الوان السيستم تايب بتاعتي. طيب انا في المشروع عندي اكزهوست، عندي ريتير، عندي سبلاي، وعندي سموك دكت. اعمل ده ازاي؟ عايز اضيف خط تاني، خط سموك. فهاجي عند اي حاجه من السيستم تايبس اللي عندي، اكزهوست اير او ريتيرن اير او سبلاي اير، وهدوس عليه كليك يمين، وادوس عليه دبل كيت، هلاقي هنا ان هو ظهر لي حاجه جديده اسمها ريتيرن اير 2. طيب انا ممكن ادوس عليها كليك يمين جديده واقول له رينيم، واسمي ده سموك سموك، تمام، او اكزهوست سموك اكزهوست. كده انا سميته سموك اكزهوست، تمام. ادوس عليه دبل كليك واخش على الجرافيك اوفر رايدز بتاعته، وبدل ما هو ماجنتا كان واخد نفس شكل الريتيرن على اساس ان احنا واخدينه دبل كيت منه، واقول له ده من فضلك خلي لونه لون براون مثلا او اورنج. هنقول له اوكي اوكي. هقفل بقى انا الكلام ده تاني، ندوس ماينس هيقفل تاني معايا، تمام. كده انا رجعت لوضعي. هلاحظ هنا ان انا حالة ان انا هختار دكت وهبدأ ارسم دكت، هاجي عند السيستم تايب واعمل اوبن، هلاحظ ان ظهر عندي السموك اكزهوست، ولما اجي ارسمه هياخد اللون الاورنج اللي احنا اخترناه له. يبقى انا من هنا اتعلمت برضو ازاي اضيف سيستم تايب جديد، وازاي اغير في الكالرز بتاعت السيستم تايب بالنسبة للدكت. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الدكت بليس هولدر. دكت بليس هولدر هو نفس الدكت اللي احنا شرحناه من شوية، بس هو فيه ميزة بسيطة شوية، ان انا بدوس عليه بعد ما باجي افعل امر باجي ارسم، بلاحظ ان هو بيرسم لي سنجل لاين، ده كده يعني خطوط سنجل لاين. انا ممكن اقول مثلا همشي بخط صاج من هنا لهنا 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 لهنا، حددت مساري بسرعه كسنجل لاين. طيب مجرد ما باجي اختار دكت بليس هولدر ده، انا مجرد ما بقف عليه زي ما اتحرك بري سيلكتد، بري سيلكتد، لما اكليك عليه يبقى سيلكتد، انا هقف عليه بري سيلكتد وادوس تاب، هو اختاره لي كله، هدوس كليك على اساس ان انا ابقى سيلكتد عليه. هلاحظ هنا بيقول لي راوتنج سوليوشنز، لا اسف مش هي، مش راوتنج سوليوشنز، ايوه من اديت. هلاحظ هنا في حاجه اسمها كونفرت بليس هولدر، مجرد ما ادوس عليها هيغير لي خط الصاج بتاعي من سنجل لاين لدبل لاين على طول، تمام. طيب انا وانا برسم الدكت بليس هولدر، طبعا كان يعني لو دكت بليس هولدر برضه هدخل نفس الست حاجات اللي احنا متفقين عليهم، الويدث والهايت والاوفسيت، وهدخل معاهم
هنا reference level offset level. هنا مش جايب لي ال horizontal connected point او vertical connected point في الدكت بليس هولدر، ما بيجيش عندي، هو بيلزمني ان انا هشتغل center في كل الدكت بتاعي. وبغير هنا السيستم تايب بتاعي، هنا كان سموك اكزهوست، وممكن نخلي ده مثلا سبلاي، ونرسم دكت تاني هنا بالشكل ده. مجرد ما قلت لحضراتكم هنقف عليه بري سيلكتد، وندوس تاب بيبقى سيلكتد. انا وقفت عليه كده، نقول له تاب، تمام، نقف عليه اقول له تاب كده انا سيلكتد. وهاجي من اديت اقول له كونفرت، هيبدا ان هو يعمل لي كونفرت. طيب احنا عشان نتاكد ان الدنيا عندي متوصله كلها تمام والخط ده لاين واحد، هنقف عليه كده ونبدا ندوس تاب حددوا لي كله، فهو كده كله شايفه مظبوط، مفيش مشكلة عنده في أي حاجة، تمام. طيب احنا كده شرحنا الدكت، دكت بليس هولدر. عندي بعد كده الدكت فيتنج. دكت فيتنج مجرد ما بختارها بيفتح لي هنا على طول في البروبرتيز، عندي هنا بيقول لي ده عبارة عن ريكتانجلر تيك اوف، وفي عندي ريكتانجلر البو، وفي تلات استاندارات عندي، في اللي هو راديوس واحد الويتس، وواحد ونص الويتس، اتنين الويتس. عندي هنا في اوفال ترانزيشن، ده اللي هو مسلوب، في هنا يعني كل الفيتنج اللي عندي الخاصة بالصاج اللي نازلة مع البرنامج تقريبا بتبقى نازلة معايا، تمام. ده ريديوسر ستاندرد، انا ممكن اختاره مجرد ما باجي هنا احط دكت، فالريديوسر بيتحط معايا، ده اللي انا اخترته. طبعا هو مقاسه مش ابليكابل للصاج، تمام. هو كده يعني حركته ورجعته تاني للدكت، اتحرك ورجع تاني معايا، خد المقاس على طول. في منظر 3D هنلاحظ اهو، هو كده عامل لي ريديوسر من دكت ريكتانجلر لأوفال، تمام، شكل بيضاوي. كذلك بالنسبة للكوع او الالبو اقدر برضو ان انا انزله كفاميلي، هنشيل مثلا القلب ده من الخط عندي، هعمل له يا اما ديليت زي ما اتفقنا، او هدوس دي تي الاختصار بتاع الديليت. وهاجي من السيستم تاب من بانل اتش باك، اختار ايكون اللي هي خاصة بالدكت فيتنج، وهاجي هنا اختار الميكانيكال ريكتانجلر البو ريديوسر، اختار اللي هو واحد الويدز، يعني الدوران الريديوس الالبو ده هيكون على واحد الويدز الريديوس بتاعته. مجرد ما باجي عند نقطة الكونكشن بتاعت الدكت ادوس كليك، هلاحظ ان هو نزل معايا على طول. طيب انا عايز اخلي الالبو ده اتجاهه الناحية التانية، في هنا عندي سهمين فوق بعض كده، مجرد ما بكليك عليهم هو بيغير الاتجاه، ومرة اكليك عليهم بيلفولي، هيبدأ يلفولي 180 360 درجة حوالين بعضه دي. طيب هاجي هنا عايز اكمل رسم الدكت بتاعي، عامل لي نقطة درج، هدوس عليه كليك يمين اقول له درو دكت، وهبدأ ارسم الدكت بتاعي. هنلاحظ ان الدكت اترسم بس في شكل غريب ظهر عندي هنا، دي عبارة عن ايه؟ الشكل ده عبارة عن ايه؟ ده بيقول لي ان هنا انت عندك ام ريكتانجلر ترانزيشن انجل 45، بيقول ان انت عندك هنا مسلوب حصل، او في فيتنج جديده ظهرت هنا مسلوب بدرجه 45. طيب تعالوا نشوف الكلام ده في 3D، برضه هو بيفكرني ولا اقول لا؟ هلاحظ هنا ان في حاجه غريبه حصلت عندي، ليه عمل كده معايا الدكت؟ انا كنت برسم من الالبو دكت، الدكت اترسم معايا بالشكل الغريب ده. طيب تعالوا اقول لحضراتكم ده حصل ليه. الفيتنج عندي زي الالبو بوصله سنتر تو سنتر، يعني ايه؟ يعني هو هنا مش جايب لي الهوريزونتال والفيرتيكال، فانا بختاره لما باجي ارسم عليه دكت لازم الدكت بتاعي يكون سنتر في الهوريزونتال وفي الفيرتيكال كونكتد بوينت بتاعته. الدكت ده اللي احنا كملنا بيه شغلنا، او تعالوا ان احنا نشيله خالص اهو،
دوس دي تي اسف دي اي تمام دي اي اختصار الديت. هنا هلاحظ ان انا في حالتي انا هقول له درو دكت، فبيقول لي خد بالك الهوريزونتال جاستيفيكيشن بتاعك سنتر وفيرتيكال جاستيفيكيشن بتاعتك توب، لا احنا عايزين توب دي تبقى ميدل. هنرجع تاني وهنيجي نختار دكت والفيرتيكال جاستيفيكيشن بتاعتي تخليها ميدل، ولو جيت هنا ارسم مثلا دكت كده هلاقيه اترسم معايا على طول ومفيش مشكله خالص، ولو رحت لل 3 دي هلاقي خط ساقط اترسم معايا بشكل كويس. احنا اتكلمنا عن المسلوب وعن الالبو. طيب انا مش كل ما اجي ارسم دكت بقى هاجي اعمل مثلا نقطه ستارت بوينت واند بوينت واجي اجيب من هنا من الدكت فيتنج اجيب الريديوسر او الالبو واحطه وابدا اكمل، لا انا مش عايز اعمل كده، انا عاوز ارسم الدكت يترسم معايا على طول زي ما تم معايا في الدكت بليس هولدر. لما باجي اختار دكت بليس هولدر واجي احدد مساراتي هاجي هنا هغير المقاس بتاعي يبقى 800 في 500 وهكمل، وهاجي هنا مثلا هنزل كده واخلي 800 دي تبقى مثلا 1000 وهكمل، وانا كده خلصت. وهاجي ادوس هنا بدوس كيب عشان ارجع تاني الفلور بلان واقف على اول الدكت عندي، وادوس تاب عشان يعمل لي سيلكت اول لللاين بتاعي، وادوس كليك عشان ابقى سيلكتد، وباجي من اديت واقول له كونفرت. فلاحظ ان هو حط لي كل الفيتنج محتاجها المسلوب الكوع حطها لي وخلصها لي، والحاجه تظهر معايا في الثري دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، مفيش عندي اي مشاكل خالص. انا عايز لما اجي اشتغل في الدكت وانا برسم دكت يظهر معايا نفس الكلام ده، انا بلاحظه وانا برسم دكت كليك، بلاحظ هنا ان انا لو غيرت المقاس بتاعي من 1000 خليته مثلا 1600 هو ركب لي مسلوب على طول، حط لي مسلوب على طول في الدكت. طيب المسلوب ده فاميلي. طيب في حالتي ان انا خدت من هنا درو دكت ونزلت لتحت كده فعمل لي البو، والالبو ده فاميلي. هنا بيقول لي ان البو ده 1.5 الويتس، ممكن اخليه 1 الويتس. اتغير معايا. طيب ينفع ان انا وانا برسم اوحد على طول ان البو اللي اشتغل بيه يبقى 1 الويتس؟ ينفع. طب ينفع اخلي الريديوسر اللي انا شغال بيه ده مثلا يكون adjustable لينس، يعني ممكن انا اخش اظبط طوله بدل ما اسيب له مثلا معمود بزاويه 45 او زاويه، ده بيقول لي ده 45، طب في ريديوسرز عندي بزاويه تاني او بيقول لي في 15 بيقول لي ان في 30، طب امتى ارسم لي 45 امتى ارسم لي 30 امتى احط القلب واحد الويتس او 1.5 او 2؟ انا عايز اظبط ده مره واحده وانا برسم الدكت، فده انا بقدر اعمله من لما باجي سيلكتد على الدكت في بدايه شغلي برضو في بدايه المشروع بعد ما بظبط الست حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. في حاجه اخيره هنتكلم عليها ممكن نظبطها في شغل الديزاين، مش شرط انك تظبطها في شغل الشوب دروينج، اجباري انك تظبطها. طيب بظبط ايه وبعمل ايه؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. باجي ادخل على edit type، من edit type بلاقي عندي حاجه اسمها routing preferences، بدخل عليها بلاقي عندي فوق حاجه اسمها duct size وحاجه اسمها load family. duct size دي عباره عن ايه؟ في عجاله كده هنا بفتحها بيجيب لي كل انواع duct اللي عندي اللي هو rectangular اوفال راوند، وبيجيب لي هنا السايزز اللي موجوده عندي في الويتس والهايت في ال 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 القائمه بتاعت الويتس والهايت بتاعت السايز. ده يعني ايه؟ يعني هو بيقول لي ان السايز عندك ابتداء من 75 لغايه 1000 2400. انا لو قلت له طيب انا عايز اشوف الكلام ده هاجي هنا هلاحظ ان عندي سايز بدأ من 75 وانتهت عند 2400، دي السايز اللي بيتكلم عليها. نرجع تاني ندخل على Routing Preferences وهنلاقي عندي جنب Duct Size حاجة اسمها Load Family، واضح من اسمها ان دي الحاجة او الايكونز اللي انا من خلالها بحمل Family للبرنامج، بس انهي Family؟ الفاميلي الخاصة بالDuct Fitting. احنا دلوقتي بنتكلم عن الDuct، فالفاميلي اللي بنتكلم عليه هنا كل ما هو خاص بالDuct.
بيبدأ عندي أول حاجة بيقول لي عندك الإلبو، وهو مظبوط عندي على الام ريكتانجلر إلبو ريديوس 1.5 الواتس. طيب أنا هنا ممكن أدوس على السهم ده وأبدأ أغيرها، خليها مترك ستاندرد أو خليها 1.5 زي ما كانت، أو 1 أو 2، ده أنت بتختار نوع الإلبو اللي هتشتغل بيه في الدكت. طيب خلينا دلوقتي، هي كانت 1.5، احنا هنعملها مثلا 1 او نخليها 2 على اساس نعمل شكل دكت دلوقتي ويبان معانا فعلا ظبط 2 ولا لا. تاني حاجة عندي هنا بيقول لي ال preferred junction type. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان انت الجنكشن تايب بتاعتك هتكون تاب ولا تي. تاب اللي هي لما باجي اخد برانش من الدكت فبفتح زي تيك اوف شوز نيك وباخد منه برانش، التي في حالتي ان انا باخد برانش فانا بركب تي واطلع منها بالبرانش. طيب احنا شغلنا طبعا في الريكتانجل الريدكت معظمه بيبقى تاب، فاحنا نختارها تاب. عندي بعد كده هنا هنلاحظ ان انا اول ما خليتها تاب فعل لي تحت هنا ريكتانجلر تيك اوف ستاندرد، ولما رجعتها تي فعل لي هنا الام ريكتانجلر تي ستاندرد. احنا هنقول عليها زي ما هي تاب، وهنيجي هنا من كروس بيقول لي دي كروس، يعني في حاله ان احنا بيحصل عندي شكل زي شكل علامه الزائد في الصاج، خطين صاج او خط صاج بيوزع دخول وخارج منه 3 فرعات على شكل حرف الزائد. الكروس دي هيبقى شكلها ايه؟ برضو ده ستاندرد هو حاطه لي. عندي الترانزيشن اللي هو يقصد بيه المسلوب، بيقول لي ان هو مظبوط هنا على 45 ديجري، على درجه 45، في درجه 15، في درجه 30، في درجه 60. احنا ممكن نختار درجه مثلا زي 15 وعلى اساس ان احنا نرسم ونخش نغير دول ونشوف اتغيروا معانا ولا لا. تمام. بعد كده بيقول لي هنا في ترانزيشن تاني من ريكتانجلر تو راوند، يعني من مربع لمدور، وعم بيقول لي زي 45، مش مشكله نسيبه 45. عندي بعد كده حاجه اسمها ترانزيشن تو ريكتانجل فروم ريكتانجلر تو اوفال، ده اللي هو من مربع لبيضاوي، وبعد كده الانديكاب بتاعي واليونيوم بتاعي، شويه حاجات برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتظبطها للصاج. طيب احنا ظبطنا كده، نفتكر ان انا عندي الراديوس البو 2 الويدث، وعندي الترانزيشن بتاعي زاويه 15. هنقول له اوكي وهنقول له ابلاي واوكي، وهنبدا نرسم خط صاج دكت هنا 1600 اهو، وهناخد كوع هنا كده بالشكل ده، وهناخد كوع تاني هنا، وهنعمل مسلوب او ترانزيشن من 1600 على 2400 بالشكل ده، ونيجي هنا ناخد البوتاني بالشكل ده. احنا كده خلصنا. هندوس على الالبو، هنلاحظ ان هو بيقول لي هنا ان التايب بتاعه اللي هو 2 ويدث. هندوس على الترانزيشن، هنلاحظ ان هو بيقول لي ده 15 ديجري، يعني اللي انا ظبطته هو اللي انا شغال بيه. طيب تعالوا ناخد تيك اوف. الدكت ده كام؟ الدكت ده عباره عن 500 في 2400 في 500. طيب احنا ممكن ندوس عليه كليك يمين كريت سيميلر، بس هنغير بدل 2400 نخليها مثلا 1000، وبدل 500 نخليها 400، وناخد منه تيك اوف بالشكل ده. طيب هو التيك اوف مش كونكتد، ثانية واحدة نرجع نخش تاني على الصاج. تمام هو هنا كونكتد، وبالفعل هو عمل لي هنا شكل التيك اوف، بس عمل لي تيك اوف عدل مش شوز نيك. تمام ستاندرد النازل مع الريفت هو تيك اوف عدل مش شوز نيك. ده لو جبنا منظره في 3D عشان نتخيل، دوست شيفت وببدا ادوس، اسف بدوس شيفت وبدوس على سكرول عشان اغير الاتجاهات بتاعتي، هنلاحظ ان هو واخد تيك اوف عدل مش شوز نيك. طيب انا عايز اخليه شوز نيك، هعمل ايه؟ برضو كل اللي انا هعمله هختار الدكت، اخش على ايديت تايب، ومن ايديت تايب هخش على راوتينج بريفرنسز، من راوتينج بريفرنسز هنيجي نعمل هنا
في، هنلاحظ هنا انا عندي تيك اوف ستاندرد وعندي تي ستاندرد، لا انا عايز اجيب اللي هو الشكل تيك اوف شوز نيك. هندوس لود فاميلي وادخل على المسار بتاعي اللي هو في السي، في بروجرام داتا، في اوتو ديسك ار في تي 2017، في لايبريز المكتبه بتاعتي في ايجيبت، ثم نختار دكت، بعد كده فيتنج، بعد كده ريكتانجلر، من ريكتانجلر بختار التاب، من التاب بختار الام للريكتانجلر تاب بافند. كده انا حملتها عندي. هلاحظ ان هنا ظهر عندي في ام ريكتانجلر تيك اوف ستاندرد، دي اللي كانت موجوده، في ام ريكتانجلر تي ستاندرد كانت موجوده، واتضاف معاهم ام ريكتانجلر تاب بافل ستاندرد، نزلت معايا بالفعل. طيب انا كده سلكتد عليها، انا اخترتها قلت له ابلاي واوكي، وهاجي اعمل مسار تاني في الجنب ده وبرضو هنخليه كونكتد مع الدكت. هلاحظ ان عمل لي هنا الدكت بتاعي شوز نيك، تيك اوف بتاعتي بقت شوز نيك. طيب انا عايز اغير اتجاهها من هنا للناحية التانية، عندي سه مجرد ما بدوس عليه بيحولها لي. طيب انا حاسس ان طولها قصير جدا، لو جيت خدت لها مقاس من هنا لهنا طولها 10 سنتي، لا ده انا عايزها 20 سنتي. هسلكتد عليها واجي هنا على تيك اوف فيكسد لينس، المية دي خليها 200، مجرد ما خليتها 200 بقت 20 سنتي معايا. بكده انا بعرف اتحكم في الفيتنج اللي تنزل معايا للدكت، ايا كان بقى تيك اوف ايا كان مسلوب او كوع، دي الفيتنج اللي انا بظبطها وانا بظبط الصاج بتاعي قبل ما ببدأ شغل. لو تفتكروا حضراتكم لما اتكلمنا عن البروجكت وبروجكت تيمبلت واحنا بنشرح اليوزر انترفيس، انت ممكن بقى انت خلاص هتبدأ مشروع جديد، فيبقى انت عندك تيمبلت بتاعت ميكانيكال حضرتك ظابط عليها المقاسات الصاج اللي انت هتشتغل بيها، ظابط عليها الفيتنج اللي هتشتغل بيها، ظابط عليها. بدل ما انا شغال مع حضراتكم في الشرح كده كاني شغال في مشروع مثلا وعمال اظبط كل حاجه، لا انت هتبقى مظبطها مره واحده، واول ما تيجي تبدا مشروع تفتح وتبدا منها على طول، تبقى دي عدتك اللي انت شغال بيها. عندي بعد كده الدكت اكسسوارز، دكت اكسسوارز لما بختارها بيظهر لي هنا فاميلي برضو في البروبرتس بيقول لي ان دي فاميلي، فاميلي دي فاير دمبر، مجرد ما بقرب كده من او فوليوم دمبر، هي هنا ام فاير دمبر، هي فاير دمبر مظبوط، مجرد ما بقرب من الصاج بحطها بتنزل وتاخد نفس السايز بتاع الدكت على طول زي ما حضراتكم شايفين. طيب اقدر اغيرها فوليوم دمبر؟ اقدر. ازاي؟ هنعمل من لود فاميلي، انا من انسرت، انا طبعا انا مجرد ما سلكتد عليها بيجي لي هنا لود فاميلي على طول، لو قلت له لود فاميلي ودخلنا للمسار بتاعنا اللي هو في السي بروجرام داتا في اوتو ديسك ار في تي 2017 في لايبريز في ايجيبت في دكت في فيتنج في ريكتانجلر، في المفروض ان انا عند دكت اكسسوارز، تمام فين يونيون في اكسسوارز، اسف بره من اكسسوارز، عندي في دمبرز، من دمبرز عندي بالانسنج دمبرز مثلا انا اخترته نزل عندي برضو، مجرد ما اجي احطه بينزل معايا على طول بالانسنج دمبر، بس ده بقف عليه بيقول ده بالانسنج دمبر، وده بقف عليه بيقول لي ده فاير دمبر. تمام، في اشكال كتير حلوه من نازله على الاوتو ديسك سيك، تقدروا حضراتكم لو حابين تنزلوا تخشوا على الويب سايت وتحملوها هيبقى افضل بكتير. يعني بعد كده عندي فليكسبل دكت، فليكسبل دكت دي انا مجرد ما بدوس كده ببدا ارسم، بيرسم معايا زي ما حضراتكم شايفين فليكسبل دكت دي فليكسبل، انا ارسمها وممكن اغيرها بالشكل ده. لو جينا في 3 دي هنلاحظها بالشكل ده، ادي فليكسبل دكت اللي مرسومه، وممكن انا احركها بالشكل ده، احركها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين هي فليكسبل معانا يعني. تمام، دي فليكسبل دكت. طيب ممكن اجي اقول له هنا اير تيرمينال، مجرد ما بقرب وبحطه كده بيبقى كونكتد على طول،
باجي اشوفه برضو في 3D، هنلاحظ ان انا ظهر عندي هنا. طب احنا ممكن نعمل راوتينج، تمام، راوتينج تاني زي ما حضراتكم شايفين، ظهر عندي هنا على طول ال اير تيرمينال وكونكتد مع الدكت. طيب في حالة ان انا عايزها تبقى كونكتد فليكسبل، فبسلكت على الاير تيرمينال وباجي من، اسف، باجي من هنا من ايكون كونفرت تو فليكسبل داكت، بختارها وبسلكت على الاير تيرمينال، فبلاحظ ان الداكت على طول قلب الفليكسبل. انا لو حركت الاير تيرمينال دي في اي مكان، اسف، احنا نحركها بالاسهم زي ما حضراتكم شايفين، انا بحركها بيتحرك معايا فليكسبل، هي كده بقت كونكتد فليكسبل. كده عمل لي كونفرت من ريكتانجلر لفليكسبل، او الداكت ايا كان نوعه ايه، لفليكسبل داكت. في حالة ان انا عايز اعمل اندكاب، يعني انا خلاص رسمت مسار الداكت بتاعي وخدت منه الاير تيرمينال بتاعتي، عايز اعمل له اندكاب، انا مجرد ما ببقى سيلكتد على الداكت بلاحظ ان بيجي لي هنا حاجة اسمها ايديت. ايديت دي فيها حاجة اسمها كاب، مجرد ما بدوس عليها بيعمل لي اند كاب للضغط على طول. ده بقى عندي اند كاب، هندوس اكزيت هختاره، هدوس كيب اسف واختاره، فبيظهر لي ان ده اند كاب. طيب في حالة ان انا عايز اضيف عزل للضغط، يعني انا مثلا عندي ضغط زي ده عايز اضيف له عزل، برضو بيجي لي هنا اد انسيوليشن، مجرد ما بدوس عليه بيقول لي حدد الثيكنس بتاع الانسيوليشن بتاعك، لو 25 مللي اوكي بختاره، فهو بيضيف لي انسوليشن للدكت. هنلاحظ ان في انسوليشن ظهر للدكت. طيب في حالة ان انا عاوز اعمل لايننج انسوليشن، يعني اللي هو عزل الصوت، برضو مجرد ما بختار الدكت بتاعي وبختار من هنا لاين دكت لايننج، بختار اد لايننج بيقول لي، او لينينج بيقول لي انت عايزه قد ايه، برضو 25، فبلاحظ ان هو ضاف لي عزل جوه الصاج، عمله لي هيدن زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنا بيقول لي داكت ليني خلاص، هنا اناليسيس دي بيقول لي انت هنا ممكن تعمل للداكت او البايب سايزنج، مجرد ما بختارها بحدد الفريكشن بتاعي، هو متحدد في الداكت الفلو بتاعه، فمجرد ما بدوس اوكي بيبدا يعمل لي، هو طبعا هنا عشان انا مش مدخل داتا كويسه فبيقول ان في حاجه هنا في تحذير، في حاجه مش مظبوطه، تمام، بيبدا يقول لي الكلام ده، هو يصيزه لي مقاساته المفروض تبقى كام في كام، هيبان ده معانا واحنا بنطبق في مشروع ان شاء الله. في ايه تاني ممكن نعرفه عن الدكت؟ في حاله برضو ان هو بيقول لي اديت، في حاجه عندي اسمها جاستيفاي. جاستيفاي دي عباره عن ايه؟ جاستيفاي دي زي ما حضراتكم شايفين كده في الجنب ده حدد لي كذا نقطه، تخيل كده ان معايا ده دكت، فالنقطة دي كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدكت ده عدل من فوق وعدل من الشمال. طب هنا عبارة عن الدكت ده عدل من الشمال وسنتر، طب هنا عبارة عن عدل من الشمال وعدل من تحت. طيب ده انا بستفاد منه في ايه؟ هقول لحضراتكم دلوقتي، انا ممكن اجيب دكت وابدأ اشتغل عليه سنتر وميدل زي ما هو باين قدامنا، وهغير مقاسه من هنا اخليه مثلا 1300، ودي خليها 700، ورسمته بالشكل ده. طيب باجي اقف عليه بري سيلكتد او بري سيلكشن، ادوس تاب عشان ابقى سيلكت عليه كله، بختاره باجي هنا اقول له عايز اعمل جاستيفاي، تمام، من جاستيفاي هو هنا بيقول لي هو كله سنتر، انا اقول له لا انا عايزه يكون عدل من الشمال وفي نفس الوقت عدل من فوق، واقول له فينش. هلاحظ ان هو هنا عمل لي اللي انا طلبته، خلى الدكت كله عدل من الشمال. طيب هو عدل من فوق ولا لا؟ انا مش شايف، هضطر اروح لل 3D عشان اشوف فعلا هو خليه لي عدل من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده، عدل من فوق وعدل من جنب الشمال. يعني انا اقدر من جاستيفاي اظبط برضو دنيتي، لو في حاجة أنا عايز أعدلها شغلها وعايز أعدلها بشكل تاني بقدر إن أنا أعدلها. عندي بعد كده حاجة اسمها فابريكيشن بارت. فابريكيشن بارت دي عبارة عن إيه؟ أنا مجرد ما بسلكت عليها بيظهر لي قائمة جديدة على اليمين في البرنامج، وكاتب لي فيها كليك سيتنج تو سيلكتد فابريكيشن كونفيجريشن أند لود فابريكيشن،
يعني بيقول لي دوس على السيتنج عشان تعمل كونفيجريشن ولود للفابريكيشن. انا مجرد ما بدوس على السيتنج فتح لي قائمه جديده اسمها فابريكيشن سيتنج، صفحه جديده فيها هنا الفابريكيشن كونفيجريشن نم، ممكن يقول لك تختارها يا اما متريك يا اما امبريال، احنا ممكن نقولها خليها متريك. من متريك بيقول لي انت عندك الدكت هنا، بدأ يجيب لي هنا حاجات اللي هو الانلوتد، دي الانلوتد الحاجات اللي مش متحمله، واللوتد دي الحاجات اللي متحمله. طبعا ما فيش حاجه لسه متحمله عندي، فانا هبدأ احمل الحاجات دي. طيب دي عباره عن ايه؟ انا ممكن عشان اعرف دي عباره عن ايه او نتكلم عليها، مثلا احنا نتكلم عن الدكت دلوقتي، خلينا نمسك بند الدكت ده. بيقول لي الدكت ده اللي هو عباره عن 1000 باسكال، اللي هو الضغط الهواء جواه يبقى 1000 باسكال، ده هنا 1500، ده هنا 2500، تمام، وهنا 750 باسكال، هنا دكت دكتد بورد، ماشي. احنا ممكن نختار مثلا اي حاجه، نختار دكتد بورد مثلا، اقول له اد هتيجي هنا، اختارها واقول له اوكي. هلاحظ ان هي عمل لي سيلكتد لحاجه جديده اسمها دكتد بورد، تمام. فيها ايه دكتد بورد؟ فيها دكت، فيها فيتنج، ده هنا ستريت، هنا سكوير البو، هنا ريديوس البو، فيها كذا حاجه زي ما حضراتكم شايفين، اشكال كتير عندي فيها، الاند كاب فيها، كل الفيتنج اللي احنا كنا بنتكلم عليها، مفيش حاجه جديده متضافه. بس في هنا برضو دي هنا ريكتانجلر بس مش ظاهر فيها حاجه تاني. طيب احنا ممكن نعمل برضو من السيتنج، نعمل مثلا هنا نقول له لود، احنا نختار تمام، نقول له مثلا نجيب الدكت ده هو 1000، نقول له اد كده احنا ضفنا 1000، نقول له اوكي. هنلاحظ هنا ان ضاف معايا جنب دكت بورد هنا في دكت لو 1000 باسكال، 1000 باسكال ظهر معايا. طبعا هم عاملينه بشكل بلاك ستيل شويه على اساس ان الدكت ده يبقى محمل، ظاهر لي فيه كل فيتنج عندي بما فيهم الكونفز. في نفس الوقت هنا هلاحظ ان هو جايب لي الهانجرز بتاعته مثلا، دي الهانجرز. طيب ده يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جبت الدكت هنا ورسمت كده، الدكت هنا بينزل لي ايه بقى؟ بينزل لي علب، يعني بينزل لي عباره عن طول معين انت بتعمل فابريكيشن. انت عندك مثلا خط صاج او دكت طوله مثلا 10 متر، وبيوصل لك متقسم على العلبه، العلبه طولها متر، فانت لما ترص 10 جنب بعض يبقى انت كده بترص مثلا ايه 10 علب، يبقى انت كده بتعمل 10 متر. طيب انت عايز تحط لهم هانجرز، مجرد ما بتختار نوع الهانجرز بتاعتك وبتقرب للدكت كده وتحطها، بتلاقي الهانجرز اتحطت معاك. ممكن نجيب ده في الثري دي، هنشوف الهانجر اهو والدكت زي ما حضراتكم شايفينه، تمام. ده كده الفابريكيشن بارت، احنا قفلناه كده. عندي بعد كده حاجه اسمها ميكانيكال اكويبمنت. ميكانيكال اكويبمنت دي انا مجرد ما بختارها برضو بيفتح لي هنا في اللايبرز الفاميلي اللي متحمله عنده، تمام. عندي اللي هي مثلا اير هاندلنج يونت 3، مجرد ما بختارها بحطها بتنزل عندي اير هاندلنج يونت، تمام. عندي في مثلا في اي في بوكس، مجرد ما بختاره بنزله بينزل معايا في اي في بوكس. في اي في بوكس مثلا مجرد ما بختاره برضو بيقول لي ان عندك هنا كونكتد داكت، انا كده برسم منه داكت، ده داكت نوعه سبلاي، ده داكت نوعه ريتيرن مثلا، انا اختاره بالشكل ده، تمام. او اسف احنا نرجع الخطوة دي تاني عشان هو اللي اتجاه للمخرج، تمام. ادي داكت ريتيرن، وعندي ده داكت سبلاي تاني، تمام. يبقى ده في اي في بوكس، مجرد ما بختاره بيجيب لي النقط السيلكتد اللي عليه. يعني الحاجات دي احنا نتكلم عليها باستفاضة اكتر لما نوصل للفاميلي، تمام. ممكن اجيب منظر 3 دي عشان نتخيل احنا عملنا ايه. هنلاحظ ان دي الاير هانجن تايب فيرتيكال، وادي انا بدوس شيفت وبدوس سكرول عشان اعمل راوتنج بالشكل ده، تمام. ادي في اي في بوكس بتاعي، وادي في عندي كان في هنا دكت تايب بتاع راوند دكت، وده ريتيرن دكت. هنلاحظ ان ليه ريتيرن؟ عشان اللون بتاعه ماجنتا، ده لونه ازرق فعرفنا انه سبلاي، تمام، وده لونه ازرق فاحنا عارفين برضو ان هو سبلاي. دي ميكانيكال اكوبمنت اللي انا بحمل بيها، مجرد ما ادوس عليها واعمل لود فاميلي احمل الاكوبمنت اللي انا محتاجها عشان اشتغل بيها، تمام. دي بايب، بايب بتاعتي برضو انا هرسمها. انا عشان ارسم بايب برضو بحتاج اظبط الست حاجات اللي انا ظبطتهم للصاج، اللي هم ايه؟ بس مش ست حاجات، تبقى خمس حاجات. ان انا عندي دي هنا ديامتر، ما عنديش ويدث وهايت، تمام. هيبقى عندي ديامتر بختارها قطره قد ايه، الاوفسيد دي تاني حاجه،
تمام. هوريزونتال جاستيفيكيشن بختارها، فيرتيكال جاستيفيكيشن بختارها، بختار السيستم تايب. بيقول لي ان البايب دي هيدرونيك، في عندي بايب تاني اسمها هيدرونيك سبلاي، هيدرونيك ريتيرن، في اذر، في عندي شيلد ووتر او كولد ووتر، في هوت ووتر، تمام. كل ما انا اختارها بتتغير معايا البايب. طبعا هي اتغيرت عشان كده احنا دخلنا في شغل بلامنج، زي ما احنا متفقين ان ميكانيكال في الاتش فاك مقصود بيها، في الريفت مقصود بيها اتش فاك، واحنا فاتحين ميكانيكال ديفولت متريك، فمش هيظهر اللي هو خاص بالاتش فاك. هيدرونيك ده سبلاي هيدروليك ريتيرن، ومقصود بيها اللي هي تشيلد ووتر سبلاي تشيلد ووتر ريتيرن. طيب البايب دي انا لو عملنا فاين هتظهر معايا بالشكل ده. لو انا عايز اضيف لها لون زي ما قلت لحضراتكم برضو، هيبقى من فاميلي، هنيجي من بايب سيستم، تمام، بايب سيستم، بايب سيستم، هاجي اللي هي مثلا هيدرونيك سبلاي، دبل كليك، واجي هعمل هنا اديت واختار دي، اقول له خلي لونها مثلا ازرق. اوكي 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 تمام. دي بايب عندي السيستم بتاعها، اختار بايب السيستم بتاعها كان هيدرونيك سبلاي، خلنا ريتيرن. طيب تاني سيستم هيدرونيك سبلاي، بقت ازرق زي ما احنا ظبطناها، تمام. لو جبنا هيدرونيك ريتيرن دبل كليك وقلنا لها عايزين لونها احمر، اوكي اوكي، ولو اخترت البايب دي سيلكتد عليها وبدل ما هي هيدرونيك سبلاي اوتو خليها ريتيرن، هلاحظ ان لونها بقى احمر. برضو من هنا بغير لونها، برضو عندي بايب بليس هولدر، ان انا ممكن امشي كده، نرجع الخطوه اللي فاتت دي نمسح دي اهي اهي، مجرد ما اختارها واعمل عليها سيلكت اول مثلا، بقف عليها كده وتاب اخترتها كلها، وباجي هنا بقول له من edit بقول له convert، فيبدأ يحولها لي، يحط لي فيها الفيتنج ويحط لي فيها الكلام ده. طيب بالنسبة للبايب برضو لو اخترتها ودوست edit type هتخش جوه هتلاقي حاجة اسمها routing preferences، لو دخلت عليها برضو هتلاقي نفس الموضوع اللي كان موجود في الدكت، انا مش هعيد شرحه تاني، هي نفس الكونسبت. برضو هتبدأ تحط الفيتنج اللي انت محتاجها، اتهات والبرانشات بتاعتك هيبقى شكلها ايه، واللود فاميلي بتخش تحمل الحاجه اللي انت عايزها وهي بتنزل معاك على طول. هنطبق ده ان شاء الله واحنا بننفذ مشروع حي معانا، هنجيب مبنى وهنبدا نشتغل عليها، نحط فيها اكويبمنت وداكت ونبدا نوزع البايب بتاعتنا ونشتغل مبنى كامله مع بعض كده، نشوف الدنيا هتمشي معانا فيها ازاي. عندي حاجه اسمها بارلل بايب، مجرد ما بختارها بيقول لي هنا في بارل بايب بيقول لي انت هتمشي هوريزونتال نمبر وفي فيرتيكال نمبر، وبيبدا يديني هوريزونتال اوفسيت وفيرتيكال اوفسيت كام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو في الهوريزونتال هنا قلت انا عايز دي 5، مجرد ما بقف على البايب هنا بلاقي بالزر اللي جنبها خمس نقط، خمس خطوط دوتت كده، مجرد ما بختارها بيعملهم لي خمس مواسير على طول، تمام. دي كده انا بعمل بارل بايب بالنمبر اللي انا عايزه. طيب لو خدنا بايب من دول مثلا قلنا كريت سيميلر ورسمناها هنا لوحدها فوق، وجينا في البايب دي برضو اخترناها، احنا قلنا بارل بايب، من بارل بايب هنا قلنا هيبقى في الفيرتيكال برضو 5، وهنيجي نختارها. تعالى نشوف ايه الفرق ما بين دي وما بين دي. لو خدنا على 3D هنلاحظ ان البايب دي، لو عملنا كده فاين عشان تبقى واضحة معانا، هنلاحظ ان البايب دي اترسموا 5 جنب بعض، 1 2 3 4 5، انما البايب دي اترسموا 5 جنب بعض وخمسة فوق بعض عشان احنا اخترنا الفيرتيكال، تمام. اهم بايبس فين اهي، 1 2 3 4 5 و 1 2 3 4 5، عشان اخترنا البارلل في الفيرتيكال والهوريزونتال. ده الفرق ما بين الاثنين. عندي دي الفيتنج برضو نفس الكونسبت، نفس الفيتنج بتاعت الدكت، انا لو قربت كده من البايب هيبدا يحط لي الريديوسر ده، تمام. هو لو مش كونكتد هحركه كده وارجعه تاني هيبقى كونكتد، تمام. بايب
تمام، هو كده تقريبا نازل على اوفست مختلفة شوية. هنا هنا البايب بتاعتنا كانت كذا واحدة فوق بعض، فممكن الفيتنج ما ظبطتش معاها، يمكن هي يعني خدت يعني هي ربطت على البايب اللي تحت مش اللي فوق. تعالوا نجيب بايب هنا من اللي جنب بعض، جرب ما اقرب كده ودوس عليها زي ما حضراتكم شايفين، بتكونكتد على طول. وممكن البايب القلب ده اقلبه الناحية التانية من خلال السهم ده، وادوس هنا كليك يمين واقول له درو بايب وارسم منه عادي خالص، هيرسم معايا مفيش مشكلة. عندي بعد كده الفيتنج دي محابس، هو بيقول لي هنا ان انت مفيش فيتنج متحملة، هقدر ان انا اخش اعمل لود للفيتنج بتاعتي. نجيب اي حاجة مثلا واحنا مع بعض، عندي في السي في بروجرام داتا اوتوديسك في ار في تي 2017 لايبريز متريك، عندي في داكت المفروض يكون عندي في بايب اهي، وبايب فيها فيتنج. طب احنا مش عايزين فيتنج، احنا عايزين اكسسوارز. من اكسسوارز مثلا ممكن نجيب عايزين اي محبس اي شكل، دي كلها حاجات اكسسوارز للبايب. تمام، احنا عايزين فالفز. طيب ممكن نخش تاني في فالفز لوحدها اهي، ده مثلا بالانسنج فالف، لو اخترته قلت له اوكي هيتحمل معايا على طول، مجرد ما بقرب للماسوره وبقى سيلكت بينزل معايا على طول على الماسوره، بس هو بينزل بالسايز بتاعه. هو السايز بتاعه هنا 50، الماسوره كانت 150، فنزل بالسايز بتاعه. في حالة ان انا عندي مقاس 150 منه هنزله. طب ما عنديش، في حالة ان انا هخلي الماسوره 50 مش 150، هنلاحظ ان الريديوسر اللي كان موجود، اسف هو صغرت شويه عشان سكرول 50 اهي، هنلاحظ ان الريديوسر اللي كان موجود اتشال. لو جيت الماسوره دي كمان خليتها 50، هنلاحظ ان الريديوسر ده هيتشال وهيحصل ريديوسر تاني، الريديوسر هنا هيتشال ويحصل ريديوسر تاني عند الالبو، ان الالبو ما اتغيرش مقاسه. 50 اهو، يبقى الريديوسر هنا اتشال وهنا القلبه زي ما هو. لو خليت القلبه 50 طبعا هيبقى القلبه ما فيش هنا الريديوسر، الريديوسر ده هيتنقل الناحيه التانيه. كده انا بجيب محابس بحطها على الخط بتاعي. بلومينج كاتشرز برضه هو بيقول لي هنا مفيش بلومينج كاتشرز، دي طبعا واضح من شكلها، دي الووتر كلوزد اللافاتري الفرش بتاع الحمامات. برضه نفس الكونسبت، واحنا بنجيب فاميلي وبننزلها، بتجيبها وتنزلها بتنزل معاك على طول مفيش مشكله. سبرينكلر خاصه بسيستم الحريق، مجرد ما بتدوس عليها بيجيب لك هنا في بندد سبرينكلر، في سادول سبرينكلر، بيجيب لك انواعهم، مجرد ما انت بتختاره تيجي تحطه بينزل معاك على طول. هو هنا مثلا ده بيتحط على البايب، على البايب كده بيلقط مع البايب على طول. في نوع بيتحط على السقف الاول تبدا توصل عليه، اللي هو النوع الهوستد والان هوستد، هنتكلم عليهم واحنا بنشرح الفاميلي. ممكن نجيب 3 دي نشوف شكل السبرينكلر اللي احنا نزلناها على البايب. طبعا ده القلب اللي احنا كنا نزلناه، والقلب التاني زي ما حضراتكم شايفين ربطوا مع ماسوره فوق وماسوره تحت، ده السايد دول سبرينكلر، طبعا في حاجه مش مظبوطه. طيب احنا ده كله احنا بنشرح بس الحاجه بنقدر ان احنا ندخلها ازاي، وهيكون في شرح مبسط للكلام ده كله واحنا بنطبقه عملي. بعد كده دخلنا الكتريكال. الكتريكال عندي فيها حاجه اسمها وايرز، حاجه اسمها كيبل تريز، حاجه اسمها كوندويت، حاجه اسمها بارل كوندويت، حاجه اسمها كيبل تري فيتنج، حاجه اسمها كوندويت فيتنج، حاجه الكتريكال اكويبمنت ديفايسز لايت فيكتشرز او لايتنج فيكتشرز. طيب انا عشان اقدر اشتغل في دول احنا فاتحين ملف اسمه ميكانيكال ديفولت متريك، هنضطر ان احنا نقفله، نفتح الكتريكال ديفولت متريك او تمبلت خاص بالالكتريكال عشان نعرف نشتغل عليها الالكتريكال ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. انا كده فتحت ملف تمبلت للالكتريكال اسمه الكتريكال ديفولت متريك. زي ما احنا هنلاحظ ان هنلاقي عندي هنا بقى الكتريكال وفي لايتنج وفي باور وفي حاجه كتير عندي خاصه بالكهرباء. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الكهرباء، فمن سيستم هنتكلم عن الكتريكال. فانا ملاحظ ان انا عندي الكتريكال كتول بار مش واضحه عندي، الميكانيكال واضح اكتر. طيب احنا مش هنحتاج حاجه من ميكانيكال، ممكن نخش على من قائمه الريفت نختار اوبشن ونختار يوزر انترفيس، مش محتاج حاجه من اركتكتشرال او ستراكشر او السيستم اللي خاص بالميكانيكال او السيستم اللي خاص بالبايبنج،
كل ده مش محتاجه، ممكن نسيب البايبنج، مجرد ما اقول له اوكي هلاحظ ان هو بدأ لي على طول بسيستم الكتريكال، ظهرت عندي كومبوننت اللي انا هشتغل بيها. اول حاجة عندي في الالكتريكال، احنا فين ايه اسف احنا هنا ظهر عندي الالكتريكال اهو. اول حاجة عندي في الالكتريكال الواير، واير ده انا مجرد ما بختاره ببدأ ان انا ارسم. طبعا واير ده بيبقى خاص بشغل اللايتنج، تمام، اللي هو خاص بالإنارة، فلازم عند فلور اللايتنج أقف وأبدأ أحدد دي الواير من هنا، واير تاني من هنا، لو بوزع من كشاف لكشاف تاني. الواير ده مجرد ما بدوس عليه بيظهر لي علامة البلس أو الزائد، بدوس عليها بيجيب لي هنا بيقول لي كده أنت ضفت، يعني ده المسار، المسار الواير ده فيه سلك واحد، ده كده عبارة عن اتنين، كده عبارة عن 3 أطراف، كده 4 أطراف. طول ما انت بتدوس كل ما بتزود طرف هو بيفهمه معاك بالشكل ده. ماينس دي بتشيل الأطراف اللي انت حطيتها، ده الواير. الواير منه في منه أشكال، ممكن أمشي كده كده، يعني هو بيحدد أنا عايز أمشي إزاي، مش شكل زي اللي كان فوق ده وخلاص. عندي تاني شكل اللي هو بيمشي بزاوية 90، بعدين برضو ممكن ادوس على زائد وازود الاطراف اللي فيه، كذلك هنا ممكن ادوس على زائد وازود الاطراف اللي موجودة دي. شكل الوايرز اللي عندي. عندي بعد كده كيبل تري، طبعا كيبل تري خاص بالباور، ممكن نروح في الباور نرسم كيبل تري. عندي الويتس، عندي الهايت، عندي الاوفسيت، عندي الهوريزونتال جاستيفيكيشن والفيرتيكال جاستيفيكيشن، او الهوريزونتال بوينت كونكشن او فيرتيكال بوينت كونكشن، برضو نفس الكونسبت بتاع الدكت. بنبدأ ان احنا نرسم كيبل تري زي كده، رسمه معايا. مجرد ما بعمل كده حط لي الفيتنج على طول، كده حط الفيتنج على طول. عندي بعد كده الكوندويت، كوندويت انا بختاره، بحدد الديامتر بتاعته وابدا اخرج بيه من كيبل تري، اروح اوزع بيه على كشافات او على الديفايسز اللي انا هشتغل عليها. عندي بعد كده بارل كوندويت، هي نفس موضوع زي بارل بايب، بيقول لي حدد انت عايز في الهوريزونتال قد ايه وفي الفيرتيكال قد ايه. لو قلت في الهوريزونتال عايز 5، مجرد ما بقف هنا بيظهر لي الخطوط يستني 5 مواسير جنب بعضهم. مجرد ما هوصل بقى انا الماسوره دي بالماسوره دي كده هيعمل لي، عمل ليها بوكس على اساس ان دول كوندويت، اجمعهم لي ببوكس. ممكن انا بوكس لو دوست زائد عليه ظهر لي نقطة ربط جديدة بيقول لي درو كوندويت وهرسمها، تمام. وممكن اشيل دي دي اي، وممكن ادوس ماينس، يبقى انا كده خليته 3 نقط كونكتد بس. عندي بعد كده الفيتنج اللي خاصة بالكيبل تري، مجرد ما بحطها معايا بت كونكتد على طول، نفس الكونسبت بتاع الدكت، مفيش حاجة كتير متغيرة عندي. انا لو عندي فيتنج معين عايز اشتغل بيها سهل جدا ان انا اخش احملها، اعمل لود فاميلي وانزلها، ولما اجي اختار الفيتنج اللي هي ظهرت معايا هنا، تمام. دي كل الفيتنج اللي عندي اللي نازله مع البرنامج. في فيتنج تانية في ممكن انا اجيبها وانزلها، مفيش مشكله خالص. عندي دي الفيتنج الخاصه بالكوندويت، كذلك برضو ده كوندويت، انا لو وقفت عليه كده دوست عليه بيحط لي كونكتد لفيتنج على طول بالشكل ده، تمام. عندي هنا الكتريكال اكوبمنت، ده مثلا ترانسفورمر، انا مجرد ما اخترت هنا بفتح اشوف في البراوزر في البروبرتس اسف اشوف ايه اللي عندي. قال لي ده ترانسفورمر مثلا فيه 750 كيلو وات، خدته كيلو فولت امبير، 750 كيلو فولت امبير، حطيت عندي ترانسفورمر كده. وفي مثلا نجيب الكتريكال اكوبمنت تاني، احط ترانسفورمر تاني كده، ترانسفورمر بقى عندي بالشكل ده. بص مجرد ما بدوس عليه بيقول لي درو كوندويت فروم فيس، يعني انا بختاره فبيفتح لي كده يقول لي ده الفيس اللي انت ترسم منه كوندويت. انا بختار بقى وبشتغل، ده هيبان معانا لما باجي اوصل. هو انا كده اخترت الفيس بتاعي، وصلت كوندويت كده، كوندويت كده انا خارج منه. طبعا ترانسفورمر ما بخرجش منه كوندويت بس، يعني بخرج كيبل تري بس، يعني
هو نازل التايب بتاعه كونكتد كوندوت، احنا طبعا واحنا شغالين هنشوف ازاي بنعدل ده وبنظبطه. عندي بعد كده الديفايس او الديفايسز بتاعتي، عندي في الكتريكال في كاتشرز، عندي الداتا، عندي فاير الارم، عندي اللايتنج سويتش، تمام. بس الحاجات دي لازم يكون عندي حيطة عشان او وولز اعرف احط عليها الكلام ده. يعني احنا مثلا ما عنديش استراكشر هنا، لو كان عندي استراكشر كان موجودة كنا جبناها وحطينا وولز وحطينا عليها الكلام ده. ممكن نجيبها اوبشن من يوزر انترفيس، نرجع الاركتشرال تاني استراكشر، ممكن نرجع كل حاجة. اوكي كله رجع عندي، نجيب وولز نحطها، رسمنا حيطة. مجرد ما نيجي عند سيستم الكتريكال نختار ديفايسز، اختار سويتش، اقرب الاقيه نزل معايا على طول. عندي ايه تاني في الكتريكال؟ عندي اللايت في كاتشرز، دي كشافات اللي انا ممكن احطها، ده تايب بتثبت على الولز. انا كده حطيته، حط واحد هنا واحد هنا، تمام. لو جبنا في الثري دي هنلاحظ ادي ده اللايتنج بتاعتي اللي انا محطوطه، نلاحظ ان دي الديفايسز بتاعتي، نلاحظ ان ده الترانسفورمر، وده اللي هو ترانسفورمر 750 كيلو فولت امبير، وده اللي هو 112.5 كيلو فولت امبير. دي الكوندوت بتاعتي، ده الكيبل تري بتاعي، مفيش فرق كتير ما بينه وما بين الدكت. كده احنا تقريبا اتكلمنا عن سيستمز في كل حاجة موجودة عندي، ازاي احملها للبرنامج وازاي اشتغل فيها وازاي اظبط الايديتنج بتاعتها، واقدر ان انا اعدل او ازود في السيستم تايب بتاعي. كده احنا خلصنا السيشن التانية، وان شاء الله نلتقي مع بعض في السيشن الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.